عيد مبارك سعيد مشاهدينا في كل مكان، كل عام وأنتم بألف خير. أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى الأندية والمنتخبات الوطنية بالألقاب والفتوحات والإنجازات. حلقة اليوم من برنامج بطولتنا نقف من خلالها عند محطات هامة، حيث نرصد لكم حاضر الأندية الوطنية من خلال البطولة الاحترافية وكأس العرش، وإن كان من المبكر إصدار الأحكام المسبق. كما نعرج وإياكم على المنتخبات الوطنية التي تواصل التحضير للاستحقاقات المقبلة، وبين هذا وذاك نضع التحضيرات لمونديال الأندية والكأس السمراء تحت المجهر. قبل التفاصيل كما العادة نتابع أبرز العناوين. بين متألق يسعى للمزيد ومخفق يبحث عن البوصلة انطلقت البطولة الاحترافية. القوى التقليدية ترنحت فيما يبحث بقية الفرسان عن مسار موفق في قادم الدورات. كيف بدأ الموسم الرياضي وما هي أبرز الملامح؟ الإجابة في حلقة اليوم. وفي الحلقة أيضا حامل اللقب يواصل التألق بعد الإقصاء المر من كأس العرش. المغرب التطواني يبحث عن تألق عالميا، وعربون المحبة للأنصار كان في الانتصار داخل وخارج الديار. أبناء الحمام البيضاء تحت المجهر. في الحلقة أيضا المنتخبات الوطنية تواصل رحلة الاستعداد للاستحقاقات القادمة. الأسود يواجهون أفريقيا الوسطى وكينيا على التوالي، في المقابل يواجه المنتخب المحلي نظيره الموريتاني بالدار البيضاء. البنى التحتية في المملكة المغربية على أتم الاستعداد لاحتضان كأس العالم للأندية وكأس أفريقيا. ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بحلة جديدة، فيما يتواصل العمل بطنجة ومراكش وأقادير لوضع اللمسات الأخيرة على بعض المرافق. اليوم الحمد لله نقدر نقولوا باننا في مستوى يعني احتضان اكبر التظاهرات الكونيه. كما شفتوا دابا الاشغال وصلت 98%، اللي باقي دابا حنا دخلنا في مرحله التجارب. اللجنه التابعه للاتحاد الافريقي اللي قامت بزياره الملعب اكادير فكانت راضيه على التجهيزات اللي في هذا الملعب وعلى جميع المرافق. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن هاته أبرز عناوين حلقة اليوم، ولكن قبل أن نخوض في تفاصيل أرحب باسمكم بالمدرب الوطني محلل البرنامج سي فؤاد الصحابي. سي فؤاد عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير، عواش مبروكة، مرحبا بك، تقلتي في الحمد لله شي شوية. عيد مبروك ونتمنى الدوارة ديالكم تكون سمينة وطيبة الدار إن شاء الله، وعيد مبارك مشاهدينا الكرام، السلام عليكم مرحبا بكم، وعيد إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. من الصعب بمكان أن نقف على حاضر الأندية الوطنية، ربما نستغل حلقة اليوم توقف البطولة الوطنية، هناك لقاءات في كأس العرش ولكن محدودة نوعا ما، لا تشارك فيها كل الأندية، ولكن في حلقة الأسبوع الماضي كان عتاب لوم صراحة، ما كناش موفقين في توقيت البرنامج أو استغلال الوقت الكافي للبرنامج. مررنا مرور الكرام على بعض الأندية، اليوم بإذن الله سنعود لها لحاضرها. كيف بدأت الموسم الرياضي سواء في البطولة أو حتى كأس العرش؟ هل تتفق معي بأنه من المبكر إصدار الأحكام المسبقة، وإن كانت هناك ملامح كثيرة ظهرت على جل الأندية، بل أكثر من ذلك منها من غير الأطر الفنية التي تشرف عليه والتي كان معها في الاستعدادات للموسم الرياضي؟ أكيد من الصعب باش ناخذوا حكم نهائي على الأندية، خاصة الأندية الآن لعبت ثلاث مباريات في البطولة وبعض المباريات في الكأس، فأكيد أننا خصنا ننتظروا على الأقل يكون واحد 8 ولا 10 دورات باش يتفرزوا كوكبات، وبالتالي نقدروا نصنفوا هاد الكوكبة هنا، وهادو هما الفروق اللي غتلعب من أجل ضمان البقاء، وبالتالي فالإرهاق البدني الكبير والمباريات المتتالية الودية إضافة للمباريات ديال الكأس رخى الظلال ديالو على مجموعة من الفروق، وبالتالي فربما كما قلت لك من بعد واحد 4 ولا 5 اسابيع يظهرنا الوجه الحقيقي ديال الانديه. نعم، اذا لا زالت مشاهدينا البطوله في بدايتها، فاربع جولات انقضت وننتظر الخامسه، ولكن ما مضى من جولات منحت البعض القوه لمواصله التالق فيما اصابت البعض الاخر بالاحباط ليواصل مسلسل الفشل. الزميل عبد الله جعفري يقرا لنا مسار الانديه الوطنيه في رابع موسم احترافي، كما يسلط الضوء على نتائجها في اغلى المسابقات كاس العرش. في رابع طبعة احترافية تعيش على إيقاعها البطولة الوطنية، فرسان قسم الكبار لا زالوا يتلمسون الطريق بعد مرور أكثر من شهر على بداية المنافسات.
تطوان البطل ظل الطريق في البداية واكتفى بالتعادل داخل وخارج الديار مع الرجاء والجيش، وخرج مبكرا من مسابقة كأس العرش على يد الفتح الرباطي قبل أن يستجمع قواه ويصحح المسار بفوزين متتاليين على حساب حامل لقب الكأس الفضي الدفاع الحسني الجديد والجريح أولمبيك أسفي. فريق الحمامة البيضاء الذي سيحمل لواء الكرة المغربية في المونديال شهر دجنبر القادم عليه ترتيب كل الأوراق وعدم ترك أي شيء للصدفة، وهو المقبل أيضا على منافسات دوري الأبطال مع كبار القارة الإفريقية. رجاء البيضاء الوصيف محليا وعالميا كانت بدايته أفضل، لكن سرعان ما زلت قدماه في كأس العرش وسقط بشكل غريب مع الفريق العسكري في دور الثمن، خروج أدى ثمنه كاملا المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، ليعود الرجاء بالحنين لمدرسة البرتغالية في شخص مدربه القديم الجديد خوسي روماو. بن شيخة ليس المغادر الوحيد للقلعة الخضراء، إذ لحق به بعد أيام قليلة مساعده هلال الطير بعد الخسارة بثلاثية مع الدفاع الحسني الجديد عن الجولة الرابعة. الهزيمة ليست سبب الرحيل، بل اختيار الوفد الجديد لمساعد جديد كان هو السبب الرئيس لكي يحلق الطير خارج أسوار الرجاء. الغريم التقليدي نادي الوداد بصم على بداية موفقة في البطولة بثلاثية في الشباك القنيطرية، ثم تعادل مع المغرب الفاسي واتحاد خميسات وهز شباك الفتح برباعية، لكن المارد الأحمر ودع كأس العرش من دور الثمن على يد الماس صاحب المركز ما قبل الأخير في سلم الترتيب. الواك الذي غير كثيرا من جلده سواء على المستوى الإداري بقدوم سعيد الناصر الرئيس الجديد، وعلى المستوى الفني بانتداب المدرب الويلزي جون توتشاك وبالتحاق لاعبين جدد بالقلعة الحمراء، يطمح في موسم شهد عودة الأنصار المدرجات، يطمح لترك بصمته في بطولة حل لمعانقة لقبها وهو المتربع على عرش متوجين بها ب17 لقبا. الكوكب المراكشي ظاهرة الموسم الماضي لا زال في واجهة الأحداث رفقة ابن الدار هشام الدمعي، انتدابات على المقاص طعمت تشكيلة فريق المدينة الحمراء الذي اعتلى الصدارة في الجولة الماضية بعد عودته بالعلامة الكاملة من ملعب الماس، ويواصل أيضا التواجد في مسابقة الكأس الفضية حيث يجب عليه تجاوز عقبة حمل لقب الدفاع الحسني الجديد للعبور للمربع الذهبي. أولمبيك خريبكا الذي تعود اللعب على البقاء في السنوات الأخيرة ذاق حلاوة المراكز المتقدمة مبكرا بعد بداية مثالية دشنها بتعادل في العاصمة الإدارية مع الفتح، وتغلب على الكوكب المراكشي بالديار وعاد بالعلامة الكاملة من الحسيمة على حساب شباب الريف قبل أن يسقط بقواعده مع نهضة بركان في الجولة الرابعة. الفريق الفسطاطي الذي يدربه التونسي أحمد العجلاني خرج من منافسات كأس العرش، لكنه لا ينوي التواضع في البطولة ويطمح للعودة مجددا للواجهة وهو المتوج بلقب ذات يوم. بطولة هذا الموسم ستعرف صحوة لأندية مختلفة، فالقوى التقليدية ستستيقظ من سباتها لتبحث عن موطئ قدم في منصة التتويج، ومن هذه الأندية الجيش الملكي الذي حافظ على مدربه رشيد الطوسي وأجرى انتدابات قوية ستقول كلمتها في القادم من الأيام. الفريق والعسكري انتظر حتى الجولة الرابعة ليعزف لحن الفوز، لكنه تألق في مسابقة الكأس وأطاح بأولمبيك خريبكا والرجاء البيضاوي في انتظار أن يحسم دور الربع مع المغرب الفاسي. باقي الفرسان في بحث متواصل عن الذات التي تاهت بين ثنايا الملاعب الوطنية، فأولمبيك أسفي بدأ الموسم بمدرب جديد لكن بمعاناة قديمة متجددة، وعلى نفس المنوال نسج الماس والنادي القنيطري الذي لم يطل الصبر على المدرب عبد الرزاق خيري ووقع معه صك الطلاق منذ الجولة الثالثة. الوافدان الجديدان على قسم الأضواء في مرحلة جس النبض، الاتحاد الزمري الخميسات بأربع نقاط مع هزيمتين، وشباب أطلس خنيفرة بخمس مع هزيمة واحدة فقط، فانتظار التعود أكثر على أجواء المنافسة في البطولة الاحترافية. هي إذن بداية متباينة ومتذبذبة لفرسان البطولة. الحديث عن من سيقود قاطرة النسخة الاحترافية الرابعة لا زال مبكرا، الكل في مرحلة البناء والكل سيسعى لتحقيق الأهداف المسطرة في قادم الجولات، لكن الأكيد هو أن المفاجآت ستكون السمة البارزة في موسم ودع فيه الكبار الكأس الفضية مبكرا ولن يرضوا بمثل هكذا مصير في البطولة الاحترافية.
وختام التقرير بهدف لمحترف في البطولة المحلية الهجوج، هدف رائع جدا لنادي الوداد البيضاوي، أحد الفرق التي عادت في الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية رغم الإقصاء المر من كأس العرش. ولكن سي فؤاد، يعني عودة عدد من القوة التقليدية صراحة ظهرت خلال هذا الموسم، وإن كان من المبكر كما قلنا في بداية الحلقة الحكم عليها، يتعلق الأمر بالجيش الملكي ولو على مستوى البطولة نوعا ما حقق انتصار واحد فقط، ولكن نتائجه في كأس العرش، إقصائه لأولمبيك خريبكا، إقصائه أيضا لنادي الرجاء البيضاوي تشفع له وتقول بأن الجيش الملكي قادم بقوة. هناك أندية أخرى على غرار الوداد البيضاوي ترسانة بشرية كبيرة جدا، متغيرات كثيرة وقعت في الأندية من بين الكبار أيضا الذين يظهرون ويحققون سطوة على البطولة المحلية ويتصدرون الترتيب العام، الكوكب المراكشي بنتائج جد مرضية على مستوى كأس العرش وأيضا على مستوى البطولة الوطنية. أقيل أنا راه ما بقاش عندي بلاصة معكم من هنا. السي الجعفري قدمت قرير كامل شامل جيد، وأنت تبارك الله في السؤال فيه هي ملامح ولكن تفاصيلك سي فؤاد. مرحبا. أعتقد لأن لنا اختلف كثير لا معك لا مع السي عبد الله الجعفري، لأن اللي كاين هو أن بعض الأندية التقليدية كالمغرب التطواني والكوكب اللي انخصموا على لقاءات جيدة الموسم الفارط فهم الآن مازال في مقدمة الترتيب. الكوكب شنا كيفاش حافظت على اللاعبين ديالها وزادت لاعبين كالملحاوي وكالسقاط وكالمنصوري اللي اعتبر الإضافة بنفس المدرب، فكاين الحمد لله تحسن كبير. المغرب التطواني ولو أنه كان الإرهاق البداية شناه الآن كيفاش مشى بشكل جيد وعاد في البطولة ورجع للجو ديالو كي بليزون، في حين أن الرجاء اللي كانت مع البنزرتي وغادروها مجموعة من اللاعبين كياجور كمتولي كراقي وكانوا لاعبين أساسيين، فالآن مازال عندها بعض الإشكال باش ترجع للقوة ديالها. نتمناو على أن روما واللي كيجيب واحد نهج هجومي وكذا يعطي اللمسة ديالو. نعم. الجيش هي اللي فاجأتنا هي أولمبيك خريبكا، لأن الجيش أولمبيك خريبكا ديال الموسم الفارط اللي عانوا الكثير في هذا الموسم استطاعوا أنهم يمشيوا بشكل جيد، خاصة الجيش اللي مازال الآن كتلعب على البطولة على الكأس. نعم. في حين أن مجموعة من الأندية لم تستفد من الطرق السابقة كالمغرب الفاسي كأولمبيك أسفي، النادي القنيطري نقولوا على أن الفوز ديالها مع شباب الحسيمة اللي خلات مجموعة من اللاعبين مسترحين باش يلعبوا غدا المقابلة ديالهم مهمة في المعمركان، فهذه هي اللي نقدروا نقولوا بشكل عام هذا هو الملخص البطولات. نعم. على أن هذه الأندية هذا تستفد من هذه الأمور كاملة. لنبدأ بحامل لقب كأس العرش الدفاع الحسني الجديدي، ربما فريق أصابت لعنته عبد الحق بن شيخ مدرب الرجاء ولكن سنعود لذلك. الدفاع الحسني الجديدي حامل لقب غالي جدا وثمين الموسم الماضي مع بن شيخة، دخل الموسم بترنح كبير، حقق تعادل خارج الديار يمكن أن نصفه بالتعادل المرضي مع بركان، ولكنه عاد ليتعادل في أرضه أمام الوفد الجديد شباب أطلس خنيفرة، ثم رحل إلى تطوان ليتلقى خماسية مدوية، كثر القيل والقال، مشاكل في الفريق، عدم انسجام ربما داخل المكتب المسير، إطار فني راقي عالي واثق، حقق الكثير من الألقاب، أرقام قياسية في كأس الأمم الأفريقية هو حسن شحاتة المعلم كما يوصف هناك في أرض الكنانة، ولكن أشياء ثانوية كمقر الإقامة في أحد المنتجعات السياحية إلى غير ذلك في الجديدة ربما سيطرت على أخبار الفريق أكثر مما سيطر الأداء الفني الجميل الراقي الذي تعودنا عليه مع بن شيخة بالنسبة لفارس دوكالا، لا بل أكثر من ذلك في مستودع الملابس، شجار، إيقاف بكر الهلالي، إيقاف عدد من اللاعبين من اللجنة التأديبية، هناك في الكواليس أشياء لا توحي بما يقدمه الدفاع الحسني الجديد على رقعة الميدان. كيف يمكن لهذا الفريق وهو من حقق انتصار عريض على النسور الخضر بثلاثية في آخر الجولات أن يخرج من هذا النفق المظلم إن صح التعبير؟ وهل تثق بالفعل بكل صدق بقدرات حسن شحاتة بأن يقدم لمسة، أن يقدم إضافة خاصة لفارس دوكالا، لما لا لكي يلعب أدوارا طلعية هذا الموسم؟ فأولا لن يختلف إثنان على أن البداية ديال الدفاع الحسني الجديد جات كارثية، كارثية لأن مني غيمشي لك شاكو وغادي يمشي لك النقاش وغيمشي لك القراص الأعمدة وغادي تعطل المهاجم لانغواراما في الوصول، اكيد انك تلقى مجموعه من المشاكل باش تعوض هاد اللاعبين لانهم لاعبين كبار والان يؤتسون فضاءات الانديه اللي انتقلوا لها. الان من بعد لا الخروج من الكاس لا الحصه الثقيله اللي خذوا امام المغرب التطواني خلات على ان البدايه تكون صعبه. الان كاين جوج المباريات اللي حقوا فيهم نتائج طيبه، فالمباراه ديال الرجاء فالمباراه ديال الاتحاد اوناس قيل على ان الاتحاد تاونات بين قوسين سي فؤاد، يحيى هذا الفريق على ما قدم من أداء لأول مرة في تاريخه يصل لهذه المرحلة من كأس العرش ومن الهوات كما تفضلت، يحرج الدفاع بتعادل بهدف مثله ينهزم في الإياب نتيجة طبيعية. القبعة ترفع الاتحاد تاونات لأن ما عندهم ما يخسروا وصلوا لهذا المستوى فهو شيء جيد. الآن اتحاد تاونات خصها تستمر
هذا الاكسبلوا اللي دارت في لاكوب باش تمشي تلعب في البطوله، اللي تبين على ان عندها لاعبين ومدربين وامكانيات باش تمشي بعيد. الان رجعوا الدفاع الحسن الجديدي، قلنا ربما على انه المباراه ديال امام فريق من الهوات لمرهق كانت، ولكن جاء الدفاع الحسن الجديدي امام الرجاء وانتصر بطريقه وبالعرض وبثلاثيه، وللمره الثانيه على التوالي وفي الموسم الثاني على التوالي كيأزم وضعيه الرجاء، لان الموسم فرط هدف لانغوارا ما كان كفيل باش يخرج محمد فاخر من العارضه التقنيه لفريق الرجاء وباش يعطي فرصه للطاير باش يلعب امام اكادير وينهزم ثم يمشيو لكاس العالم مع المزرتي. اليوم من بعد ما خرج المزرتي في مباراه الجيش فالدفاع الحسني الجديدي تخرج ايضا هلال الطاير. الان السؤال اللي غيتطرح، واش الفوز على الرجاء اللي كانت كتعاني واللاعبين ديالها مضمرين والعقل ديالهم مشتت، او فعلا الجديده استعادت لقوتها وان المعلم شحات هذه المره جاب الدوزان معاه باش يولي معلم ويقضي الغرض؟ اكيد ان المباريات اللي غادا تجي هي اللي غادا تاكدنا على قوه الجديده في الاعذار التي قدمت من طرف الجهاز الفني سواء شحاته او حتى طارق مصطفى بعد مباراه تطوان. قال للاسف الاعلام او حتى من يراقب المباريات في كره القدم يتحدث دائما عن النتيجة، ولكن هذه حكمة مصرية، يعني هم من يقولون الكرة جوان، يعني الأهداف هي التي يتم استذكارها والنقاط. قال قدمنا أداء جيد على مستوى المناطق الدفاعية وخط وسط الميدان، قدمنا ربما نصف ساعة في شوط المباراة الأول وإن سجل علينا أهداف، ولكن كثرة الأخطاء في خط الدفاع هي من زادت الغلة، على عكس لقاء الدفاع الحسني الجديدي ورجاء. قال أصلحنا تلك المنظومة الدفاعية التي كانت مرتبكة نوعا ما منذ بداية بطولة هذا الموسم وأغلقنا كل المنافذ، وبالتالي الآن نتوفر على دفاع حصين وعلى خط هجوم يسجل ثلاثية في مرمى علوش في مرمى نادي الرجاء البيضاوي، هو تقدم ملحوظ للفريق كما يقول الجهاز الفني. غنتفق معه في الشطر الثاني، لأن في الشطر الثاني شت المباراة فأقحم الحسناوي القادم من نادي سبركان وأدى دور جيد في وسط الملعب ورجع ديك لاريغار ديفونسيف اللي كانت لاعبه شحاته بثلاث مدافعين في خط الظهر، لان عرف على ان المدافعين اللي عنده ما قدرنش يجدوا تغطيه وفي نفس الوقت الحراسه اللاصقه وهي ادوار ثانويه ما قدروش يديروها. فدار ثلاثه اللاعبين باش ملي يخرج واحد مع الكره الاخرين يغطيو الظهر ديالو، دار لاعبين في المستوى ثم بدل منهج ديالو وما خلاش ان الرجاء دير لي كونتر ديالها. الرجاء فين كاينه قوتها؟ هي ملي تكون هاجم عليها وتاخذ لك الكره فكتلعب بسرعه وكيدوزوا اجنحه بسرعه اللي عندهم القوه ديال الاختراق، فحتى وهو يهاجم كان دائما دار ثلاث المدافعين وامامهم الحسناوي، وبالتالي ما كانش مرتدات قويه وحيد للرجاء ديك القوه ديالها، في حين هو لعب بقوه الهجمه المنظمه ولعب على الظاهرين اللي كيصعدوا كثير في الرجاء وكيخليوا فراغات في الظهر ديالهم وبالتالي انتصر. الان الشطر الثاني انا كنتفق معهم، كاين قراءه قويه ديال الرجاء وتبين في الملعب. الشطر الاول لو كان كانت المباراه ديال المغرب التطواني مع الدفاع الحسني انتصر التهت بهدفين لصفر او هدفين لواحد غنقولوا كانوا رابحين، كانوا كيهاجموا كانوا كيلعبوا جديده مزيان ومن بعد داروا كونتر. اعتقد لانه خلال المباراه ديال المغرب التطواني فالمغرب التطواني كانت بدنيا وتقنيا وتكتيكيا احسن بكثير، صحيح ان الجديده فلتات بعض الفرص ولعبات بشكل جيد في نصف الساعه الاولى، ولكن اعتقد المغرب التطواني اتت على الاخضر واليابس وكانت تقدر تكون الحصيله اكثر. باختصار السي فؤاد، حامل اللقب في موعد مع من اكمل عقد المتاهلين للدور ربع نهائي الكوكب المراكشي، الفريق القوي، الفريق الذي يستعصي على كل الفرق في ميدانه لحد الساعة، يقدم نتائج إيجابية. سنعود للحديث عن الكوكب، ولكن كيف تقرأ مستقبل الدفاع الحسن الجديدي كحامل لقب من خلال القمة المنتظرة في الدور ربع النهائي مع الكوكب؟ غنتكلم لك على الجانب التقني، غنشوفوا دو ستيل بحال الحال فريق الكوكب وشتو تحدث لغير على الدفاع لأنه كاين محور خاص بالكوكب. الفريقين كيلعبوا بنفس لو سيستيم، فالفريقين كاين كامشو كيدافعوا بقوة كيتنقلوا بقوة ما يخليوكش تلعب، كيسدوا المنافذ وكيمشيو بسرعة للأمام. نعم. فهاد الفريقين اللي كيلعبوا كثير على الهجمة المرتدة وعلى الضربات الثابتة غيتلاقاو في بعضياتهم، لأن سوني با دي زيكيب اللي غيلعبوا على لاطاك بلاصي بزاف، وبالتالي واش غنشوفوا لي كونتر ولا لا ديمي غيكون لعاب ولا حسن شحاتة لعاب ومحافظين على لو بريديسبوزيتيف ديالهم بري إيطابلي باش يدير الكونتر، مي غتكون مباراة تكتيكية كبيرة. الآن كاين انسجام واستقرار عند الكوكب، كاين مجموعة من اللاعبين اللي جات مع حسن شحاتة، لمن ستكون الكلمة؟ أعتقد على أن مباراة ستكون جد صعبة، وأكيد أن اللي غيكون قوي جانب الديني واللي غيستغل الفرص اللي غتاح له هو اللي غيقدر يفوز بهذه المباراة هذه. صراحة لقاء مرتقب، لقاء سيحظى بمتابعة وتشويق كبيرين سواء لعشاق فارس دوكال أو حتى لعشاق الكوكب العائد بقوة متصدر البطولة. الرجاء البيضاوي المنهزم في اللقاء الأخير من البطولة الوطني الاحترافي يعسكر الآن مع روما في الجديدة، يود بناء مجموعة جديدة، يود إعطاء ربما روح جديدة للفريق، خاصة أن الأزمة داخل البيت الرجاوي تفاقمت
وإن كان يعني هناك من يضخم الأمور على سبيل المثال الحصر، يعني الجرين بويز تخرج ببيان قوي شديد اللهجات تعاتب فيه المكتب المسير، ولكن يفسر بطريقة أو بأخرى. على العموم من طرف وسائل الإعلام لكل الحق في التحليل لأن نخوض مع الزملاء، ولكن الرجاويون يقولون مشاكل في البيت الداخلي للرجاء وستحل في البيت الداخلي للرجاء. ولا ننسى بأن هذا الفريق، هؤلاء اللاعبين، هذا المكتب المسير هو من أوصلنا إلى منصة التتويج في كأس العالم للأندية، هو من فزنا معه بلقب الدوري ولقب كأس العرش، وبالتالي سنحاول حل الأزمة داخليا ولا نريد النصائح من أحد في صريح العبارة. يعني الشطر الأول من السؤال، أكيد أن روماو ما خصو شي حاجة خارقة باش يخلق فارق، لديه لأن أولا اللاعب أفضل ما كاين في البطولة يقدر يغمض عينه ويلقى 11 صحيح. ثم أنه لن يكون بعيد على النهج ديال لعبات الرجاء في هاد الأربع مواسم الأخرى، فهو حتى ملي كان كيلعب بلاعبين كان مفتاح ومسلو أمامه من الجاري ومتولي كيكون في كونت وكاين لاطاك، فأربعة جوج ثلاثة واحد غيلعب بها كيحولها أربعة ثلاثة ثلاثة أحيانا، ثم عنده لاعبين اللي لعبوا معاه ملي كان هنا وعنده لاعبين اللي جاوا جداد كيعرفهم، اعتقد لان غيكون انتقال سريع رفقه روما. من التشكيله اللي كانت مع روما اولا ما كانش معاه الكاروشي وما كانش معاه هشام، ولكن بن المعلم والحاج كانوا معاه. لاعبين ديال الوسط اللي كانوا ديال الهجوم، حفيظي كان يلاه جاي في ليزيسبوار ما كانش معاه، ولكن كاين لاعبين اللي لعبوا معاه وما غيلقاش معاهم اشكال. وانا كنعتقد على ان روما وبالعقليه ديالو وبالهدوء ديالو بسرعه غادي يكمل المشوار. نرجع لك للطرف الثاني، الجرين بويز وجماهير الرجاء عليها ان تفتح صفحه جديده، لانها هي الوحيده اللي تقدر تحيد الضغط ديالها وتخلي روما يبدا بدايه حسنه وتخلي اللاعبين يكفروا على الاخطاء ديالهم. والان من الصعب توجيه انتقادات لان بودريقه، اكيد لا ان بودريقه لا حق مشروع سيكو، نكمل الفكره ديالي تفضل. اكيد ان بودريقه دار اخطاء لان ماشي معصوم، ولكن بودريقه كيبقى رئيس اللي في سنوات قليله خدا جوج ديال البطولات ولعب كاس العالم ودا كوب دي ترون وصل ان فينال، فخص فلوس السيد يخليه يشتغل ويتمهل ربما يحقق نتائج طيبه. صرف اكيد ان التجربه ديالو والسن ديالو سامح له، ولكن ربما الجلوس ديالو والاقتراب ديالو اكثر من الجماهير ومن المكاتب المسيره ومن اللجان ديالو كفيلين باش يحلوا المشاكل ديالهم الرجاء كما قالوا بوحدهم. صرف مبالغ خياليه، يعني لكي نعطي لكل ذي حقا حقه، صرف مبالغ خياليه. حتى هو في حوار برنامج رجاء كافي على راديو مارس قال انه يلومون علينا الانتدابات التي قمنا بها، تحدث عن الوادي، تحدث عن السن الذي يعتبره المستقبل، تحدث عن عدد كبير من العناصر التي جيء بها، ولكن للاسف لحد الساعه لم تعطي الاضافه. ربما في قادم الايام ورجاء مقبل على مسابقه دوري ابطال افريقيا، يعني هناك تنافس على مستوى البطوله على دوري ابطال افريقيا، ولكن الجمهور الرجاوي من حقه ان ينتقد، انا اختلف معك، ينتقد، يصحح، يصوب، يعطي تعليقات على ما يحدث للرجاء. ماشي من حقهم ينتقدوا. لا قلت انه الان يعني المكتب المسير يعمل وقدم ما تشاء، رؤساء اخرين في الرجاء قدموا، يعني الرجاء لم تدخل اليوم باب الالقاب ولم تملا خزائنها بالالقاب على زمن بودريقه، ولكن فيما سبق الا انها مرحله فاصله كانت بالنسبه لبودريقه، خاصه الاداء الباهر في مونديال الانديه، باش ما ندخلوش في تفاصيل اعمق. الجمهور الرجاوي لن يقاطع السي فؤاد، وقال بانه سيبقى مع الفريق في المدرجات يساند ويؤازر من اجل اداء افضل ونتائج افضل، يعني لا يوجد هناك بوادر للمقاطعه، ومرحله روماو لم نشاهد منها بعد اي شيء، اذا فلننتظر عمل الرجاء. غير باش ما تقولنيش لما قلت في ما قلتش الجمهور ينتقد، قلت ينتقدوا مع راسهم وعندهم الطرق الادبيه باش ينتقدوا، هما كفيلين وكيعرفوا شنو كيديروا. عير درت ذكرى صغيره هو ان في هذا الوقت يجمع الشمل بالنسبه للاعبين اللي قلتي ايسن والوادي، غير المعلومه راه الناس زايدين في 91 ولعبوا في ليزيكيب ناسيونال دي كادو محليين والاولمبيين نعم. ويستنى راه كنعرف الامكانيات لان كان عندي في سبورت الوداد هاد اللاعبين صغار خصهم الوقت باش يتنقلوا يلعبوا في الجو الرجاء، يمكن ينتقدوا لاعبين اخرين اللي جاوا لحد الان وما عطاوش فحال الكره القدميه هذه، ولكن هاد اللاعبين كل المستقبل امامهم نعم. وانا متاكد على ان بهاد الترسانه البشريه اللي تجلبات الرجاء كفيل وقادم بقوه، فيجب انتظاره لروماو باش يخلق الانسجام بين اكيد. واول لقاء لروماو سيكون مع الجريح فريق اولمبيك اسف الذي سنعود له ايضا للحديث عن ازمته، وتذمر كبير جدا هناك في اسف من طرف الجماهير. في تعليق فقط، يعني بن شيخ ارتبط بالرجاء، غادر الرجاء، كنت قلت في الحلقة الماضية بأن بن شيخ الانضباط إلى غير ذلك وطردني من الميدان، لم نفسر، مع العلم أني فسرتها في الحلقة التي تلت مباراة الدفاع الحسن الجديد مع الأهلي المصري، ولكن بشيري والزملاء في موقع ميديا ان تي في بوان كوم يعني عملوا بارتاج الفيديو، فكانت عدد من التعليقات لماذا لم تقلها في حينها، بالعكس قلناها بعد مباراة الدفاع الحسن الجديد والأهلي المصري في ذهاب كأس الكاف، حين جاءت
دليل على الانضباط لكي افسر، ما خليتينيش نكمل في الحلقه الماضيه السبب قطعتيني. على العموم لا يطي علينا شي بطل في هذه العواجر هذه، ما حصل مع فسروا للناس ما حصل مع عبد الحق بن شيخه هو ان اللاعبين كانوا يتمرنون في ملعب النادي الاهلي، الكاميرامان والطاقم التقني لميديا ان تي في في القاهره كان يصور بعض المرافق في ملعب النادي الاهلي بالقرب من الملعب، خرجوا اللاعبين يشربوا الماء في استراحه او نهايه للحصه التدريبيه، انا ما عرفتش، دخلت بمجرد مترين داخل الميدان باش نعيط على الكاميرامان نقول له اجي صورهم كواليس يعني تعب، هناك من يقوم بتمرينات خاصه الى غير ذلك، فدخلت الملعب خرجت من شيخ قال لي فين غادي؟ فين ماشي؟ احنا ما مازال ما سريناش، وتراجعت قلت له اسمح لي، وحقه شيء جميل يعني يقدس يقدس العمل، ولكن الانضباط مطلوب في الانديه الوطنيه. شنو اللي كان رفع له القبعه على بن شيخ؟ تفضل. بغض النظر على العمل ديال الملعب ديالو وعلى الستيل ديالو، هذا هو تفسير يعني القضيه ماشي جرى عليا بمعنى. انا بغيت نقول لك على ان السيد حتى ملي خرج من الرجاء قوي في التواصل ديالو، شفت الخطابات اللي عطاها، شكر اللاعبين، شكر المسيرين، ما لقاوش مع مشاكل ماديه، شكر المغرب ككل، شكر كل المغاربه، قال لك وانا ما عمر المدربين المغاربه حسوني بانني انا جزائري وسطهم وانا غادي نقيم في المغرب، فاهلا وسهلا بمشيخه، حتى التعويض النادي كيخبرني الحاج محمد اللي مخرج الحلقه سي فؤاد يقول بان ذاك راجع شنو قال لك تو؟ قال لي الحاج ديما معنا ديما خضراء هذاك ديما خضراء كما يقول، قال لي حتى التعويض المادي رفضه من طرف الرجاء، كان هناك تفاهم، هو ما كانش عنده مشكل. نعم. وديما كان في التواصل ديالو قوي، والان نقول له مرحبا. لماذا؟ لان بن شيخه يكفينا فخرا انه درب مجموعه من الانديه وحقق نتائج، خصنا بحال هذه المدربين، احنا غنجيو المدربين اخرين ونتكلموا على خاطرنا عاود، تفضل. من الرجاء الى المغرب التطواني. فريق رجلينا ولا في نشوف الطوموبيله ديالك زوينه. المغرب التطواني، المغرب التطواني مع الرجاء او بدا الموسم مع الرجاء بتعادل، يعني البطل والوصيف. نشاهد صور ستبقى خالدة في الأذهان، نتمنى الأفراح أن تستمر في تطوان في مونديال الأندية وتكون مساندة منقطعة النظير. على العموم سيكون معنا بعد قليل عبر الهاتف السعزيز العامري مدرب المغرب التطواني. المغرب التطواني تعادل مع الرجاء، وصلها بتعادل مع فريق الجيش الملكي، ولكن الانتصار المدوي والكبير كان هناك على الدفاع الحسن الجديدي في ثانية ترمل بخماسية وعلى أولمبيك، ومن ثم رحل إلى ملعب المسيرة في أسفي فأزم وضعية القرش المسفيوي بثنائية فريق ترفع له القبعات، ومع من تعادل تعادل مع خصوم من العيار الثقيل، نتحدث عن أضلاع القوة التقليدية إن كان مثلث رباعي الأضلاع، المغرب التطواني الجيش الملكي الوداد والرجاء، إذا ربما نجد للعامري عذرا بأنه في بداية الموسم بما قدم من انتدابات جديدة أن يتعادل مثلا على ميدانه مع الرجاء وأن يذهب إلى الجيش الملكي، فالرباط يتعادل أيضا هناك، والعودة كانت على حساب فريق عتيد حامل لقب كأس العرش ومن ثم على جريح اسمه أسفي. فأولا هذا انتقاد غنوجهه للمغرب التطواني، لأن البداية شفنا على أن اللعبة تقال ما كاينش الطراوة، وبخبرة السنوات كمدرب وكمحلل كنعتقد أنني كنشوف المغرب التطواني كيبان لي بحال اللعبة هازين شي حاجة في غضارهم. نعم. والدليل هو النتائج الكارثية اللي حصلتهم لا في المباريات، فقلنا ربما كاين لا شارج تما، ولكن جينا البطولة العامري كيسمعك أنا مرحبا به، ولكن جينا البطولة في لوجورجي ولقينا اللعبة تقال. علاش السي فؤاد؟ ومن بعد انا نكمل لك. راه مشاو اسبانيا لعبوا لقاءات من العيار الثقيل ومعسكر اعدادي مبكر. ولكن كتلعب وكدير المباريات وكتقول الان عندي المباراه لوجورجي وكتدخل في ان سيكل دافيتاج وخصك تجيب لعبه طريين البطوله، زيد نعم. جاو اللعبة تقال مزيان، تقنيا تكتيكيا هما كاينين، ولكن لا فورس باش يكملوا ما كانش، وشفت المباريات ديالهم اللي تكلمت عليها لا مع الرجاء ولا مع الجيش. من بعد كانت اون كروند ريكوبيراسيون. والدليل في هاد لابيريود اللي قلت لك انها كان اشكال من الناحيه البدنيه، حتى الاصابه ديال اللاعبين كميموني وكجحوح واصابه اللي كانت في ليزيسكيو اللي كتجي من المشاكل. الان وانت كتشوف تطوان كيبان لك لاعبين اليس لاعبين مشويه، فكاين استرجاع كثير القوه البدنيه ديالهم، ودخلوا في فاسيلمون في لو سيستيم اللي لعب معاهم اللي خدام معاهم السي العامري كثير، والان النتائج هي كتشوفها. كاين اشكال اخر هو ان جاو ثلاثه د اللاعبين اللي غيلعبوا اساسيين واللي خصهم يدخلوا في المنظومه، خصهم الوقت باش ينسجموا، اللي هما ياجور رفيق عبد الصمد وسعيد كرادة. سعيد كرادة والان كيلعبوا، فعندك واحد 30% تبدلات، كان خصهم ياخذوا الوقت باش ينسجموا تكتيكيا، وكان خصهم الوقت بدنيا لان المعيد البدني اللي كان سي مجهد تبدل بمدرب اسباني. أهل مكة أدرى بشعابها، ونربط الاتصال مباشرة بمدرب فريق المغرب التطواني حامل لقب البطولة الوطنية سي عزيز العامري. سي عزيز مبروك عواشرك، كل عام وأنتم بخير بداية. علينا وعليك الله يبارك فيكم، وشكرا على الاستضافة
برنامج يكون شيق. مرحبا، وهناك عتاب كبير جدا ربما من الجماهير التطوانية على عدم إيفاء ربما المغرب التطواني حقه، ولكن وعد الرجال وودين في أعناقنا بإذن الله أن تكون تغطية استثنائية أيام قبل كأس العالم للأندية وخلال كأس العالم للأندية بإنجاز جديد بإذن الله الكرة المغربية للكرة في شمال المملكة. سي عزيز، كيف تقيم بداية انطلاقة فريقك من خلال البطولة الوطنية وكأس العرش، وإن كان شتان ما بين المسابقتين وأنتم المقبلون على عدد من المنافسات الهامة، مسؤولية الظفر بلقب البطولة في نسختين احترافيتين، مسؤولية لعب أدوار طلائعية في ثاني مشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وأيضا المسؤولية الهامة والجسيمة التي تمثلون من خلالها المغرب كسفير فوق العادة في مونديال الأندية؟ بكل صراحة ما قاله السيد فؤاد الصحفي هو 90% صحيح. البداية ماشي بداية متعطرة، لأن قد نقولوا كانت معروفة، لأن أولا البداية ديالنا مع المعد البدني اللي كان هو جديد فما توفقش معنا في الاستعداد ديالو. نعم. فاضطرينا أن نديرو استعداد آخر من بعد شهر دي مع سي مجاهد عبد الرزاق، وكتعرف بأن هاد السنة لاعبين جدد اللي هما ياجور، رفيق عبد الصمد جرادا وفوزي عبد الغني مرتضى فال قديم جديد. نعم، عقيق قديم جديد. نعم، وهاد اللاعبين خصهم وقت، وبحال ياجور جا متاخر تقريبا بشهر واسبوع على الفريق، فهاد المسائل كلها خلات ان اولا البدايه ديالنا اللي تكلم عليها اللي تكلموا عليها كثير، وهي البدايه هو المقابلات الوديه اللي خدينا في اسبانيا. اولا هذوك المقابلات او هم مقابلات اعداديه، هما مقابلات اللي الا جينا نشوفوهم مثلا تقنيا نقدر نقول لك ان لعبنا بدون ثلاث حراس رسميين اللي هما اليوسفي وفؤاد والعاصمي، هذو ثلاثه ما شاركوش، يعني شارك اليوسفي في المقابله الاخيره، ولهذا كانت جميع من المشاكل اللي خلات ان الفريق اولا ما ظهرش بالوجه ديالو، وثانيا بالنسبه لنا احنا هاد المقابلات ماشي مقابلات اللي اعطيناهم اهميه كبيره، لان الوقت اللي مشينا مثلا للدوري ديال كارنزا السنه الفارطه كنا استعدينا لهذا الدوري. نعم، قمنا بمقابله جيده ضد سيفيلا ضد كاديس. فهاد السنه كما قلت لك هاد الاعداد في اسبانيا كان بدايه موسم، ولكن كما قلت لك كانوا عندنا بزاف ديال الاكراهات، منها المعد البدني، منها اللاعبين الجدد اللي خصهم يتاقلموا، لا بالنسبه لا تكتيك لا يعني حتى بالنسبه للباسيون ديالهم مع فرقه جديده، هاد المسائل كلها. نعم، سي عزيز. الحمد لله. نعم وي سي نوفل. سي عزيز، يعني في الفريق متغيرات كثيرة كما تفضلت، سواء على مستوى الجهاز الفني الطاقم المساعد وأيضا على مستوى اللاعبين، ولكن في تلك الأثناء كان هناك إقصاء مر من كأس العرش، يعني الجماهير التطوانية لو قلت لها سنلعب دوري في الولايات المتحدة لقالوا لك افر باللقب، أنت بطل البطولة الوطنية، وبالتالي تعودوا على الألقاب. كيف استطعت أن تخرج فريقك من تلك الأزمة النفسية إن صح التعبير بعد الخروج أمام الفتح الرباطي لتعود من جديد بنفس جديد للبطولة الوطنية وتحقق انتصارين غاليين وثمينين، أولهما على نادي الدفاع الحسن الجديد حامل لقب المسابقة، وأيضا فانهما على نادي الدفاع عفوا على نادي أولمبيك أسف الذي كان بدوره يبحث عن الخروج من نفق نتائج سلبية التصقت بالفريق. وبكل صراحة سينوفل كنا عارفين الفريق ديالنا غادي يبقى غادي تدريجيا ويرجع للمكان الحقيقي ديالو والمستوى الحقيقي ديالو اللي هو هذا المستوى اللي ظهر به في جوج ديال المقابلات. نعم. والفريق ديالنا حقيقه هذيك الهزيمه ضد فريق الفتح هو ما كناش ضعف من الفتح اكثر من اللي درنا اخطاء فرديه اللي سببتنا بدوك الاهداف بجوج، وحقيقه الجمهور ديالنا ما تقبلش لان كان عوال بزاف هذه السنه على كاس العرش بحكم ان في ثلاث سنوات كنفوزوا بجوج بطولات، فبقى كتبان ليه الا كاس العرش وكنا عوالين. نعم. يعني وحازمين على اننا نديروا شي حاجه في كاس العرش ونفوزوا بها، ولكن ما كتبش. وكتعرف الاوبجيكتيف كاس العرش كوم اوبجيكتيف كيصعب على اي فرقه في العالم تحط له في الاوبجيكتيف ديالها لا كوب.
صحيح. لان الكوب صعيبه وفيها ضربه ترجيحيه، فيها ضربه الحظ، فيها يعني فيها حتى فرق سي عزيز، فيها حتى فرق، اعتذر على المقاطعه مره اخرى، يعني فيها حتى فرق مجهوله ربما قد تكون لكم كجهاز فني او حتى كلاعبين. هذا هو، لان نعم. دائما كاس العرض الانسان كيبغيها وكيبغي يمشي فيها لابعد سميتو، ولكن الغالب الله كما تيقولوا، الفريق ديالنا ماشي ضعيف، ولكن حتى كاس العرش اللي بغيت نقول لك جات في واحد الوقت تمنيتكو كانت جات دابا. سي عزيز تمنيتكو كانت جات دابا. سي عزيز نتمناك تعوض ليهم ان شاء الله في تشامبيونز ليغ وفي كاس العالم وفي البطوله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. انت كتشوف حتى الشامبيونز ليغ الى تعقلتها قبل كانوا دايرينها اون كوب دوروب دي كلوب شامبيون. نعم. كتلعب اقصاء ديريكت. دابا ولاو ردوها ان شامبيون، ردوها ان شامبيون باش اللي بلو فور هما اللي يوصلوا للي فينال. نعم صحيح. سي عزيز بالحديث عن يعني دعنا من دوري الابطال، نتحدث على المان وهو اهم على ما تبقى عليه فقط اسابيع قليله، ربما شهرين كاس العالم للانديه هناك في الرباط ومراكش. كيف تعدون العده لكاس العالم للانديه وهو يعني بعد انجاز رجاء البيضاء بالوصول للمباراه النهائيه، اصبح اهل تطوان يطمحون هم الاخرين للوصول للمباراه النهائيه، ولما لا مقارعه المدرسه الاسبانيه التي ليس ببعيد، في السنوات التي خلت كان المغرب التطواني يلعب في الليغا الاسبانيه ويعود عبر بوابه مونديال الانديه لما لا للعب امام رفاق كريستيانو رونالدو. هل قراتم اوكلاند النيوزيلندي بدايه؟ هل تستبشرون خيرا ايضا بملعب الرباط التي تم اصلاحه لكي يكون مستعدا لاحتضان هذه المناسبة، كيف لا وأنتم من توجتم به بلقب أول بطولة احترافية هناك على حساب الفتح؟ ملعب الرباط هو ملعب خير لنا، فعل خير لنا، هو ملعب اللي حققنا فيه أول بطولة، غير هو بالنسبة لنا هذا كأس العالم هو تتويج، هو حفل بالنسبة للفريق المغرب التطواني ولا الجمهور التطواني حقيقة. نعم. نتمنى أننا نحققوا نتائج كبيرة على الأقل بحال فريق الرجاء، لأن فريق ما تيقولوا هز لابار الفوق، لان الى جوي لا فينال اللي ما لعبوهاش فرق كبيره عالميا ما قدوش يلعبوا لا فينال اللي لعبتها فريق الرجاء. فاحنا كنظن بان كنستعدوا لهذا الحفل، كنستعدوا ليه بهذه المقابلات اللي هما ديال البطوله اللي غادي يخليونا. نتمنى على ان في هذا الشهر ديال دجنبير اللي غتكون فيه كاس العالم يلقانا في القوة ديالنا ويلقانا في مقابلات بإذن الله، يعني في محتلين صفوف أمامية بحال الآن. نعم. ونكون غاديين في واحد الخط تصاعدي، لا من ناحية اللياقة البدنية، لا من ناحية ما هو تكتيكي، والجروب يكون تسودة أكثر، ونوصلوا لهذا كأس العالم يعني بأحسن الظروف والملائمة لنا باش نكونوا في يعني في حسن ظن الجمهور ديالنا والجمهور المغربي ان شاء الله. باذن الله سيكون المغاربة خلف المغرب التطواني سفير الكرة الوطنية السي العامري ككل، يعني بغض النظر يمثل تطوان، لا هو يمثل المغرب ككل. ولكن هناك سؤال يعني كسؤال اخير سي عزيز، هل تعتبر استدعاء يعني بادو الزاكي وحتى قبل ذلك سي محمد فاخر للمنتخبات الوطنية المحليين أو حتى المنتخب الأول لعدد كبير من عناصر المغرب التطواني، الآن أصبح هناك ثلاثي دائما وأبدا يكون حاضر، نتحدث عن اليوسفي، نتحدث عن محسن ياجور، وأيضا نتحدث عن أبرهون في خط الدفاع، هل هي نقطة قوة تعتبر للمغرب التطواني من خلال منح تجربة جديدة لهؤلاء اللاعبين، أم نقطة ضعف لأنهم يبتعدون عن المغرب التطواني ويعودون ربما منهكين من عدد من اللقاءات الودية؟ لا بالعكس، كنظن بان نقطه قوه ان اولا بالنسبه للمنتخبات وبالنسبه للاعبين اللي كيترفع ذهنيا تيترفعوا وتيوليو في واحد المستوى عالي، الرجوع ديالهم للفريق الحمد لله. عندنا اللعابه اللي راسهم صغير كيرجعوا، ما كاينش ذاك سميتو التكبر ولا هذه، والحمد لله. نعم. هاد كتعطيهم واحد الدفعه معنويه كبيره. والمنتخب كنظن بان فريق المغرب التطواني هذه ثلاث سنوات هو الفوق، يعني هذا الشيء هو هذا الاستدعاء ديال هاد اللاعبين هو نتيجه حققوها هاد اللاعبين واستاهلوها، ونتمنى على ان لاعبين اخرين يعني استدعاهم. استدعى سي فاخر، استدعى كروش، استدعى زهير نعيم، يعني الحمد لله عندك غلبك ملحاوي الذي كان مع المغرب التطواني والان مع الكوكب، هناك عدد كبير من العناصر السي عزيز.
الحمد لله هذا هو اللي كنا كنتمناو الفريق المغرب التطواني يولي كيشارك بسبعه ولا بثمانيه ديال اللاعبين في المنتخب بحال برشلونه في الاسباني. هنيئا لكل العمل الجبار الذي تقوم به هناك في قلعه المغرب التطواني. تحيه تطوان، نتمنى باذن الله التوفيق لها في مونديال الانديه. سي عزيز العامري كنت معنا عبر الهاتف من تطوان، شكرا جزيلا لك. تعليق على ما قاله سي عزيز احببت السي فؤاد باختصار. التعليق كل ما يمكن يتمنى الانسان، ما كاينش هذا لي ريكور في المغرب في 3 سنين تاخذ جوج ديال لي شامبيونا في ان سيرتان طون. عندك لعابه في ليسبوار ولعابه في الفرقه الكبيره في المنتخب المحلي والمنتخب الاول، اعتقد ان هادشي ما جاش عن طريق الصدفه، جا بالعمل. فهنيئا لاسره المغرب التطواني بجماهيرها بمسيرها وبالمدرب واللاعبين ديالها. كل مسببات التالق توفرت في تطوان، اكيد فقط ما ينتظره الكل هو تألق على مستوى مونديال الأندية. الجيش الملكي السي فؤاد الصحابي فريق آخر يعني بدأ بداية متعثرة نوعا ما في البطولة الوطنية، ذهب الخنيفرة وتعادل، لم يحقق الانتصار إلا مؤخرا. وين حقق الانتصار؟ على مستوى كأس العرش، على كل من أولمبيك خريبكا والرجاء ذهبا وإيابا، ولكن في البطولة تعادل مع خنيفرة، تعادل مع المغرب التطواني كما قلنا قبل قليل في الديار، خسارة مع الرجاء بهدفين مقابل هدف، وفي الأخير يتمكن من تحقيق الانتصار على الوافد الجديد اتحاد الزموري للخميسات في اللقاء الأخير من البطولة الوطنية. انتصار صعب جدا كان على فريق الجيش، ولكن الطوسي بحافز معنوي كبير بعد إقصاء الرجاء من كأس العرش تمكن من تحقيق الأهم والظفر بأول 3 نقاط في البطولة الوطنية. بغض النظر عن النتائج المسجلة للنادي العسكري، وجه لفار مختلف تماما عما شهدناه الموسم الماضي. صورة مطابقة الأصل ما قلنا على المغرب التطواني نقولوا على الجيش، ولو أن المغرب التطواني خرجت من كأس العرش لأن الجيش استطاعت أنها تنتصر في الجيش، ولكن المباريات الودية والقيل والقال اللي جا قبل من البطولة خلى على أن مجموعة من الجماهير العسكرية تكون غاضبة. فكانت مجموعة من المشاكل، إلى أن الطوسي استطاع في واحد الطرف وجيز أن يلم شم اللاعبين ويحقق نتائج طيبة في الكأس وفي الشامبيون غادي في المراتب الأولى. أعتقد على أنه تبين على أن الطوسي يجني ثمار الاستقرار ديالو ديال اللاعبين السنه اللي فاتت، ولو اننا في البدايه قلنا على ان التعزيزات ما كانتش بلاعبين كثار وما كانتش بلاعبين باسماء مرننه، ولكن لحد الان فالجيش يلعب كره جيده، فربما مع مقابل الدورات سيخلق المزيد من انسجام، ونتمنوا كامل التوفيق للطوسي والعساكر. نعم، يعني الجيش الملكي الان امام محطه هامه داخل كاس العرش، لما لا طموح مشروع لجماهير النادي العسكري التي عادت بقوة، وسأقرأ وأتلو بعد قليل بيان خاص بالجمهور العسكري على كثير من الأحداث التي طرأت مؤخرا. طموح مشروع السي فؤاد الوصول لمنصة التتويج على واجهتين كأس العرش وأيضا البطولة الوطنية بترسانة بشرية أحدث فيها بعض التغييرات صراحة، رشيد الطوسي، أيوب الخالقي، أجروتن، عدد كبير من الأسماء التي تم التعاقد معها، وبكل صراحة تمنح الإضافة لخطوط الجيش الملكي. والدليل هو أنه فريق ليفار الآن عنده الروكور في ليكوب دي ترون، لا ولا فريق الرجاء والوداد، هذو من الأندية اللي واخدة تقريبا لي تروا كار ديال لي تروفي ديال بوندون تو ليستوار ديال لاكوب دي ترون. فنتمناو على أنه فعلا ترجع البسمة للجماهير ديال العساكر، خاصة وأن في أعوام كثيرة تقدم المنتخب كان مرتبط كثير بتقدم فريق الجيش. تبنوا على ان فريق الجيش اللاعبين ديالو يحقوا ما كينتظروه منهم الجماهير، لان كل شيء عندهم توفر، واعتقد ان فريق الجيش سبق كاع الانديه المغربيه الاحتراف، فعندهم ان كازيرن اللي كيدربوا فيها بدون جماهير، عندهم كل الامكانيات الماديه اللي بغاوها كيلقاوها، لاعبين مدربين، فعندهم مجموعه من الامور. من الان على ان اللاعبين والمدربين يحققوا النتائج والجماهير غترجع العوده القويه لجماهير النادي العسكري منحتهم شحنه معنويه أكيد. كبيره جدا أكيد. هذا ما قاله رشيد الطوسي، هذا ما قاله شاكر، عدد كبير من اللاعبين، وتم تصالح ما بين هذه الجماهير، وجات المباراه الاخيره وشناها كيفاش جات تشجعت، ثم ان الطوسي في المباراه ديال اللي بيكلوا مع الرجاء تجاوب كثير مع الجماهير اللي كانت غايبه، وكان وعدهم بان لا بل وقفوا قبل ذلك قبل المباراه واعطوا الوعود والعهود. الان رجع خيط الود بين الطوسي والجماهير وتلمت الامور، وهذه الجماهير وهذا من المعايير المهمه لنجاح المدرب. وهذه الجماهير السي فؤاد نبذا للشغب، نبذا لمن هم يحسبون على جمهور الجيش الملكي، سواء بالاحداث التي حدثت مع الجمهور الطنجاوي القادم من الدار البيضاء، احداث اخرى من النزول الى الملعب في المباراه الويكلو، يقولون
بيان للجمهور العسكري، تعلن مجموعة أولتراس عسكري رباط الجمهور العسكري الكبير أنه بعد الأحداث الأخيرة التي عرفت كما الأحداث التي سبقتها تضخيما إعلاميا من بعض الصحفيين المحسوبين على التيار المعادي لفريق الجيش الملكي، لا أعتقد بأن هناك صحافة مغربية تعادي الجيش الملكي كفريق وطني، فريق عتيد، فريق نسميه أو يسمى بالزعيم من قبل أنصاره، نظرا لمجموعة من الألقاب التي حصدها، نظرا لأنه كان الخزان الوحيد للمنتخب المغربي أيام الإنجازات، ونقولها بملء الفيه. على العموم بعد التجاوزات التي عرفتها نهاية مقابلة فريق الأحد الماضي، اجتياح الجمهور لأرضية الملعب التي لا تمت بالصلة لما نطمح إليه من إعطاء صورة راقية عن الجماهير العسكرية، خصوصا بعد أن نالت احترام الجميع بعد الثورة التي قادتها لتحقيق المطالب التي لطالما حلمت بها أجيال من الجمهور العسكري، هذه المكاسب التي لسنا مستعدين للتخلي عنها، والتي وبسبب بعض الأعمال الطائشة والتصرفات الصبيانية لبعض المنتسبين للجمهور قد تصبح مهددة بالضياع وبالتالي الرجوع سنوات للوراء، وهو الأمر الذي لن نسمح فيه في مجموعتنا ويسمح به كل عسكري غيور على فريقه، وبالتالي فرسالات واضحة لأعضاء المجموعة، كل جمهورنا الكبير بعد القيام بما من شأنه الإضرار بمصلحة الفريق وإعطاء المتربصين بفريقنا من أعدائه الحق في التهجم علينا وتحقيق أهدافهم الدنيئة، أو مع أننا نعلن أن هدفنا واضح وبالخصوص هذه المرحلة التي يسير فيها الفريق بخطى ثابتة إلى غير ذلك، ويتمنون الأفراح أن تدوم للجمهور العسكري، وأي سلوك عن هذا فهو مرفوض من طرف الجماهير العسكرية. شيء جميل، يعني إقرار بأن الفريق يسير في سكة الصح، إقرار بأن الضوضاء أو التشويش أو حتى عكس صورة مغلوطة عن جمهور نادي الجيش الملكي في هذا التوقيت الحساس ما عندهم ما يديروا بها، تعال ساند آزر شجع وغرى فريقك، اعمل تيفوات، اعمل أهازيج كما تريد لكي يواصل المسار المتألق فيه سواء في كأس العشرة أو حتى البطولة. أولا شيء جميل أن هذه الجمعية أصدرت هذا البلاغ، نعم، للتبرئة من هذه ونبذ تلك الفئة التي تتسبب الفوضى وكياخذوا الاسم ديال جمهور الجيش. أنا داخل الملعب نقدر نقول ما كاين لا جمهور ولا محسوبين، كلهم جمهور، واخا غير جوج من وسطهم منهم يديروا الفوضى، نعم، ما كاينش محسوبين، راه جمهور الجيش، وتقدر تحكم على هذاك الجمهور وتحكم على الفريق. خارج الملعب ما تقدرش تقول هذا جمهور الجيش مش جمهور، علاش؟ كاين اللي غادي في التران، كاين اللي جاي، وبالتالي كيولي مشكل ديال الامن، وما تقدرش تحدد شكون الناس اللي داروا ديك الفوضى، وكاين الناس اللي كيسينوا توقع بحال هكذا فرصه باش نعم يهاجموا وباش يسرقوا وباش يضربوا. يجب التبرئه من هاد الناس من ناحيه، يجب تغيير العقليه ديال الجماهير من ناحيه اخرى، يجب مساعده رجال الامن والقضاء، خصو ينزل بقوه على الكل المشاغبين باش تبقى هاد الامور غدا وكتنقص، والا غدا تكون الفوضى عالمه، علما باننا مملكة التسامح، مملكة الكرم، مملكة الأخلاق. والشعب المغربي ينبذ العنف بطبعه، يعني ما مش شعب عنيف، يعني هناك عدد كبير من الشعوب يقال مثلا أوروبا الشرقية يقولون شعب عنيف، شعب يحبذ العنف، ولكن الحمد لله يعني الشعب المغربي مسالم ويتقبل الآخر ولا مشاكل لديه، وكما تفضلت صفوات في وطن واحد. لدي سؤالين فقط حول الجيش الملكي. السؤال الأول قصار ولا طوال؟ لا قصار. شاكر، هل يمكن أن يكون بديلا للقديوي؟ هل يمكن أن رشيد الطوسي أن يصنع بديلا للقديوي الذي يتألق الآن بأهداف مع ناديه الجديد ظفر الإمارات، يقدم مستويات أكثر من رائعة ويعطي رسائل ربما للناخب الوطني بأنه بإمكانه أن يعود لتشكيلة الأسود من جديد؟ شاكر القديوي، مقارنة بسيطة فيما بينهم. أولا القديوي دار سوسين كارير، نعم، طويلة، دابا في الوقت الحالي صعيب تقارن القديوي كعميد خارج وداخل الملعب قوته وشخصيته وتغيروا المباريات مع شاكر، ولكن الى تعطى الوقت لشاكر اللي تعطى القديوي سنوات وهو كيبدع في البطوله والتجربه اللي خذا في السعوديه وخذا في قطر وخذا الامارات، نعم، ربما شاكر يقدر يفوتوا واللي يوصل ليه، ولكن الان القديوي بعيد في تغيير المباريات في تقنياته وفي قوته كعميد. شاكر جاي سي ان جون كابيتان كي تو لافانيغ دوفون لوي، دخل لي زيكيب ناسيونال، دار لو طومبون ديالو، وفي المباريات الاخرى شفنا كيفاش كان محفز، كيفاش كان منقذ الجيش، نعم. فكل المستقبل امام شاكير باش يوصل للقديوي ويقدر يتخطاه. الترسانة البشرية باختصار التي يتوفر عليها رشيد طوسي تؤهله للعب على واجهتين الكاس والبطولة. صعب صعب، لان اليوم الى حيتي لاعب بحال بن جلون ولا حيتي واحد من لاكس غيبانوا اشكالات، نعم. فذكروني واحد المده هو مريح من دجز باللاكس دار دزرار لان كان واحد من احسن اللاعبين، ولكن مده هو منقطع خصو يرجع للجاهزيه. اكيد ان التركيبه البشريه اللي عنده باش يشتغل، عنده باش يحتل احدى المراتب الخمس القويه ولا الاربعه القويه، ولكن باش يلعب مثلا على الواجهه ديال البطوله ويلعب على الواجهه ديال الكاس ويلعب على الشامبيونز ليغ، فخاص كرسي بدلاء في المستوى يكون قوي باش يقدر رشيد طوسي يساير الامور ويساير كاع كل هاد الواجهات اللي كيلعب عليها. فريق يعاني الامرين الان هو فريق اولمبيك اسفي.
كثيرة هي الرسائل التي تأتينا من فاس من آسف عفوا، ويتحدثون لماذا لا تتحدثون عن أزمة الفريق؟ صراحة لم يستفد من دروس الموسم الماضي، وهو من انعتق من العودة للقسم الوطني الثاني بهدف رفيق عبد الصمد أمام الرجاء، حارما الرجاء من لقب البطولة الوطنية. اليوم آسفي تعاني الأمرين، المدرب رحيم المدرب التونسي، هل يمكن أن نجد له أعذار بأن الترسانة البشرية ربما غير كافية لتقديم مستوى طيب؟ ولكن منذ بداية الموسم والفريق داخل الديار وخارج الديار حتى ردة الفعل تغيب عنه. الكل داخل مدينة آسفي يتحمل المسؤولية، صحيح أن القرش عنده جمهور كبير، حتى وان تحصل المراتب الاخيره فكتلقاهم كيجيو وبرا كيتبعوك، ولكن لا بريسيون ديالهم قويه. نعم. لان هذه واحد السنه ولا ثلاث سنوات فكان سي عبد الهادي السكيتيوي في مرتبه خمسه وسادسه وكان كيتلقى من السب والشتم، ما يمكنلكش تصور. نعم. فكان خصهم يمهلوه. الان الجماهير قلنا قويه، فخصها تهذب وتسير الفريق ديالي، لان الفريق الان بكل صراحه من اضعف الفرق، ما كاين حتى حاجه في لوسيس، اضعف دفاع في 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 البطوله. عرفتي داك الشيء اللي خداو ديال الاهداف، ولا كتب عين التقنيه كترجع لورا تشوف اسفي ما غدير حتى فرق ما بين اسفي وما بين فريق الهوات. المكاتب المسيره ما كاينش المكتب اللي دوز عام عامين ثلاث سنين، فما كيخليوش الناس يشتغلوا، خليهم يشتغلوا، خليهم يديروا بروجرام. الان غنوصلوا للمدرب السي رحيم. فانا اعتقد بكل صراحه لان كون جبتي اضعف مدرب مغربي في البطوله كان يقدر يدير النتائج، لان لحد الان غايب نهائيا البصمه ديال السي رحيم. بدون مقارنه اسف، انا بدون مقارنه، واخا لكل سيرته الذاتيه لحد الان وفشله مع اسفي اربع، واخا فشل مع كل الانديه. غنهضر لك على لي ستاتيستيك. نعم، تو لي ستاتيستيك الخايبين كاين عند اسفي، عندهم في اربع مباريات نقطه بحال مجموعه من الانديه، العدد الاهداف اللي دخلوا عند اسفي كارثيه، العدد الاهداف اللي سجلوا اهداف كارثيه. بقى حاجه كتغفر للمدرب والفريق اولمبيك اسفي هي لاكوب، نتمنى انهم ينقضوا باء ماء الوجه، لان مباراه الاياب والمباريات القويه اكيد انهم غيلقاو خسروا مع الفتح بهدف مقابل. انا كنقول لك مباراه الاياب. نعم. هذا هو الوحيد اللي غنغفروا، وكان محظوظ انه لقى اتحاد تميره اللي رغم انه في الانديه ديال القسم الثاني فخلق مجموعه من المشاكل. لا بل تعذب مع الراسنج البيضاوي قبل اتحاد تميره، ومن ثم تعذب مع الاشكال هذا كان محظوظ في الخصوم اللي تلقى بها. ولكن انا كنقول لك من هنا الكاس. نعم. فربما غتكون فرصه أخيرة للمدرب، نتمنى أن المدرب السي رحيم أنه يستفد وأنه يعطي الإضافة للفريق المسؤولية. أين الإشكالية؟ هل الفريق تأخر في تعاقداته؟ هل كانت تلك التعاقدات بين قوسين غير مفيدة غير مجدية للفريق؟ يعني معاوي، عدد كبير من الأسماء التي جاء بها بالطرف أولمبيك آسفي، ولكن لحد الآن تغيب اللمسة، تغيب النجاعة الهجومية. الفريق يتعادل أمام بركان، يخسر في شباب الريف بثلاثية، يعود ليخسر مرة أخرى مع الخنيفرة الفريق الصاعد بركلة جزاء. لاعبين كيخرجوا بأوراق حمراء. أنا قلت لك الريزيمي، ما كاين والو في لوسيس دابا. وما الحل؟ الحل هما انهم انا جود غي با مافونتيري، نسينو لاكوب، ولكن خص تبان بصمه المدرب، لان شهرين هو تما ولعب مباراه الود ومباراه الكاس ومباراه البطوله، وخص لاعبين يكونوا الريكروتمون ديالهم قويين، لان لوسيس عندها ان بيدجي. نعم. بارابور لي زيكيب اللي ما خايبش، هذاك لو بيدجي تقدر تجيب به دي جوار. شوف اليوم جديده اولمبيك خريبكا اللي عندهم نفس البيدجي ديال الشركه المحتضنه، شوف فين كاينه دابا خريبكا وفين كاين الدفاع الحسني الجديدي، وغتشوف اولمبيك اسفي وغتاكد على ان كاين عمل كبير خصو يدار، لا من ناحيه لي ريكروتمون دي جوار ولا من ناحيه لي زونترينور اللي كيتعاقبوا على اولمبيك اسفي. وانا كما قلت لك الامانه لحد الان لوسيس غاده في الطريق ديال الهويه. على العموم الجماهير ارسلت رسائل كثيره شديده اللهجه، طبعا حق مشروع انتقاد الفريق، لانهم لا يريدون الفريق دائما وابدا يبدا يقول لك واحد الحاجه مرحله الانعطاف، يودون الفريق يلعب ادوار طلائعيه. احنا كنضرب مليار و400 مليار و600 هناك فرق باقل بحال خريبكا وجديده، شوف هما فين وحنا فين. صحيح. غادي يقول لك اسيدي كاين فرق اللي كيضرب قل وما كيجيهمش فلوس، شوف هما فين. نعم. فاعتقد ان الامكانيات موجوده، لي زانفراستركتور موفرين، الناس كاينين. نعم. خص الاجتهاد والعمل ومشروع اللي يدخل فيه اللاعبين والمدرب والمسير في نفس الاتجاه باش يرضيوا هذيك الجماهير المسيفويه. المغرب الفاسي وجه مغاير في البطوله ووجه مشرق في الكاس. شتي الماس بصراحه وصولا لمحطه الوداع، وخا كتنهزم في البطوله كيبان لك ان جو، كيبان لك حكره الفرقه كتوصل. نعم. وكتضيع، وكاين ديجون لهاد الفرقه، وكاين شي حوايج جايين، وهذوك اللعبه الا تصفرات لهم فلوس غيكون الفريق. نعم. كتبان لك كاينين بوتيت توش في البطوله، وفي لاكوب راه دايرين ان اكس بروا، ولكن انا كنقول لك لوسيس راه ما كاين والو. انا كنقول لك الماس عندها امتي طافونير، هضرنا عليها بزاف. شتي اللعبه، شتي اللعبه غيديروا. نعم. بحال هكذا دي ماتش وداك الشيء، هذوك اللعبه. نعم. ملي غنقول بهذه المفرده كنسمع عليها يتصرو،
غادي يديروا ان روتور، وسيرتو اللي يشيروا الامكانيات الماديه، سيرتو اللي حليت المشاكل ديال المكاتب ودير الرئيس في الماتش. هذا ما يقودني للتساؤل السي فؤاد الصحابي، هل تستبشر الخير في المرحله المقبله؟ يعني الحديث قلنا بلاغ صدر من النادي، الان من تبقى هو رشيد والي العالمي، سيتم مصادقه في جامع عام خاص. على اساس ان المراكشي رفضت ونكملك، على اساس ان المراكشي اللي تقدم امس باعتراض على انه مخلص الانخراط ديالو، نعم، وعنده الاوراق وخلصوا في الوقت ويقدر يرجع الرئاسه، الى عطاه الجامعه خلال هذ اليومين الرد فغيكون كرئيس منتدب، الى ما عطاهوش الرد فغادي يبقى رشيد العالمي بوحده، ونتمنى على ان الاسره ديال الماس تلتف، نعم، لان عندها بغض من النظر الموارد التقنيه والبشريه باش دير ان بون سيزون. بغض النظر عن الاسم الذي سيراس المغرب الفاسي، كان العالمي ام كان المراكشي، كل شيء يتجند معه. لا يعني ما بعد بناني، هل ستكون مرحله القاب، مرحله حصد ثمار، لانه الفريق اعمدته الاساسيه كلها غادرت؟ ما اعتقد. بام عمار، حلحول، اسماء كبيره جدا، زنيتي، كل من صنع، طارق سكيتيوي قبل ذلك، كل من صنع امجاد الماس بالثلاثيه التاريخيه، فريق القاب منذ زمن، ولكن تلك المرحله التي كان فيها المغرب الفاسي مزدهرا كانت مع اسماء. اليوم فرانك دوماس يعني مدرب فرنسي جديد يتعرف على الاجواء، يؤمن بقدرات اللاعبين الشباب لديه، ولكن باختصار استقرار داخل مكتب المسير هل يمنحنا او يساوي تالقا للمغرب الفاسي ولو على الاقل مراكز متقدمه ولعب ادوار طلعيه؟ انا غنتفاهموا انا وياك باش تالق القاب يديروا يوصلوا لمنصه التتويج، نعم، بهذا الفريق الشاب اللي غابت منه مجموعه من العناصر، وبهذا الاستعداد يديروا في بدايه الموسم اكيد انه صعب، ولكن الى توفرت الامكانيات الماديه، نعم، وتم التئام الاسره المصاويه فيقدر يكون الفريق ديالهم الفروق اللي تشكل حصان اسود وتقدم، نعم، نتائج طيبه. شكرا. الفرق التي اخذت حيز او نصيب الاسد في الحلقه الماضيه سنمر عليها مرور الكرام بكل صراحه لكي لا نعيد ونكرر نفس الكلام. دابا عاتبوك، دابا هاد السيمانه غيعاتبوك هذا الفريق. مرحبا مرحبا والله الى كل الانديه. ما غنضربش القضبان في خاطرك. كل الانديه الوطنيه على قدم المساواه. اكيد. رسائل كثيره تتحدث وتقول نوفل زيدوا في توقيت البرنامج، هذه يعني صعبه. يزيدوك في التوقيت والفلوس. لا صعبة. هناك من يقول توقيت البرنامج متأخر، كاينة عند كل حق. هناك من يطالب بالالتفات للجهة الشرقية، لمولودية وجدة، لنهضة بركان، بإذن الله سنكون حاضرين حتى الحسيمة. كنتي غادي في الأسبوع ما قبل الماضي هناك ظروف كانت خارجة عن إرادتي. إن شاء الله أنا عارفك غادي تمشي لبركان ولوجدة وتالجرادة إن شاء الله وجه. مرحبا مرحبا سي فؤاد، نرجع على رجلي. قلت لك يعني عدد كبير من الأندية صراحة من ناحية الروبورتاجات، الجمهور الجيش غاضب، قال لك فرحات تاريخية كانت في الرباط وغير ذلك وكذا، ما كنتش الله غالب، احنا ماشي قناة رياضية، يعني هناك قناة رياضية متخصصة لها كل احترام، كتجد ما متفقش معك، كاينة كاميراتها، حنا قناة كنقدموا المنتوج من أحسن المنتوج ديال الرياضة. الحمد لله هناك جوج برامج في ميديان، برنامج الماتش، برنامج بطولتنا، على قدر المستطاع، ولا يمكن للمسؤولين على القناة أنهم يقلبوا ميديان تي في كقناة رياضية، من الصعب بمكان، هناك برامج رياضية تعنى بالبطولة الوطنية، تعنى بالقناة القضايا الرياضية الوطنية، ولكن هذا لا يعني بأن تكون هناك كاميرات متواجدة في كل ميدان، وهذا أيضا لا يعني أن نتمحور حول رباط والدار البيضاء. يا سيدي اعذرونا واعطيونا شوية الوقت وإن شاء الله كل شيء غيتمشى بخير. عندك 16 فريق، لو منح كل فريق خمس دقائق في تحليل مباراته فين غنوصلوا؟ غنولوا في ثلاثة سوايع، حقبة من الزمن غنولوا في ثلاثة سوايع، وبالتالي على قدر المستطاع هناك احداث تفرض نفسها، لا يمكن ان نلوم الاعلام الاسباني، دائما هناك حيز ونصيب الاسد لاتلتيكو مدريد، لريال مدريد، لبرشلونه، هذا يعني الخبر، الخبر فيما تعلمناه يقتضي الجديه والاهميه وغير ذلك والقاعده البشريه المستهدفه، فبالتالي لا تحملون رجاء ما لا طاقة لنا به. على العموم لا تحملون ودادا ما لا طاقة لنا به. رجاء ووداد. وخسي فؤاد، تحدثنا عن المغرب الفاسي، نرحل لنتحدث عن الوداد. الوداد البيضاوي قلنا الأسبوع الماضي فصلنا حللنا من خلال لقائهم مع الفتح في أداء عدد كبير من العناصر، في التألق، في النجاعة الهجومية، في الروح القتالية، في عودة الجماهير. لنقرأ نوعا ما المستقبل. توشاك بخبرة السنين، بتعرفه على إمكانيات لاعبيه من خلال اللقاءات الأخيرة، لأنه حتى لقاء كأس العرش ذهاب مع نادي المغرب الفاسي، الإياب ولقاء البطولة كان مغيرا، ورأينا الوداد تتحرك وخلقت عدد كبير وسيل من الفرص، الرجل صراحة لم يكن موفقا في عدد من اللقاءات. اليوم هل هي انطلاقة بداية مرحلة جديدة؟ الانطلاقة تصادفت مع أن توشاك
وضع اللاعب المناسب في المكان المناسب مع الخطه المناسبه. نعم. والكواليس اللي عندي هما ان مجموعه من الناس المقربين والطاقم التقني ساعدوه لترسيم بعض اللاعبين في الاماكن ديالهم، وبالتالي شلنا فريق الوداد قوي. الان تقنيا الامور راه كلها عند طوشاك، فبدا كيعرف اللاعبين وبدا كيعرف البطوله. فات سبعه ديال الماتشات اللي هضرت عليها في الاول. الناصري موجد الفلوس كيقول لك انا موجود يربحوا نعطي اللعاقه، فاي المحظوظ هو اللي غيجي يخدم في الوداد. عتقو العمراني بصراحه سي فؤاد، العمراني انا مش عتقو المدافع الهداف لقاء الخميسات، كانت ربما ستكون النقطه التي تفيد الكاس لو كانت هزيمه. العمراني راه من العام اللي فات هو كيسجل لك اهداف حاسمه في اوقات ميته، ماشي غير هذا العام. فالعمراني واحد من احسن اللاعبين. وعطاش احنا معنويا ما نشاهد. اي راه بغيت نقول لك السي نوفل راه في الوداد صاحبك ما عندوش المشكل ديال اللعابه. صحيح. راه يغمض عيني ويجي يلعب جوج، يدير جوج فراق. شتي يحيد دوك العشره اللي غيدخلوا وياخذ عشره اخرين ويوقفهم في بلاصتهم ويديروا نتيجه. راه كاين اللعيبه صاحبي في الوداد هناك وكاين الجمهور. والان انا قلت لك الناصري خاش يدو في جيبو كيقول لهم ربحوا نعطيكم فلوس. ما عندوش مشكل. شتي تجي النتائج، تجي واحد تروا ماتش ما باقي حتى واحد يحبس الوداد. نقول لك الصراحه. وهناك امال كبيره تعلق على هذا الفريق من اجل نيل لقب البطولة ولا شيء أقل من ذلك. قلناها الحلقة الماضية لا داعي للتكرار. هناك مبادرة جميلة ورائعة جدا من طرف الوداد البيضاوي، اللقاء المقبل في البطولة الوطنية مع شباب الريف على ما أعتقد، ما داخله هناك كثر يتحدثون الصحة، ستخصص لعبد الحق آية العريف لاعب الوداد الرجاء المنتخب، لاعب كبير جدا أعطى الكثير الكثير للأندية الوطنية والكرة الوطنية، لمع وتألق وتغنت به الجماهير أكثر من مرة ويحظى بتضامن كبير جدا. فيديو مؤثر من طرف والدته ووالده، نداء استعطاف من أجل أن يشاهدوا ابنهم على الأقل في مناسبة فضيلة كعيد الأضحى منذ سنتين لم يروه. تعرض لعملية نصب وكانت ترتب عنها يعني مصاريف مالية كبيرة جدا. اليوم بادرة من سعيد الناصر رئيس الوداد، شابو يستحق التحية عليها. مداخل المباراة ستخصص لعبد الحق عيد العريف، على الأقل ممكن السي فؤاد تحل ولو جزء من المشاكل الماديه. سي نوفل عرفت عبد الحق عيد العريف عن قرب في السنوات اللي اشتغلت في الوداد. فلاعب خارج الميدان، لاعب صاحب نكته، لاعب نشيط، لاعب ظريف، وداخل الملعب تشهى انك تشوف عبد الحق عيد العريف. نعم. كيشقلب لك في عباد الله في وسط الكاريب واحد البروده الدم اللي ما يمكنش تصورها. فماشي من السهل باش تلعب فريق الوداد، ماشي من السهل باش تنتقل للصفاقسي، ماشي من السهل باش تلعب في اتحاد جده، ماشي من السهل باش تجي البطوله القطريه. فايت العريف فين ما مشى سي ان بوازون عند لي ديفونس. اليوم بحكم السن ديالو انا تعرف اعتقد مواليد 82 83 وقع في المحظور، وقع له مشكل اللي يقدر يوقع لاي واحد فتنفى في الامارات وما قدرش يدخل. نتمنى ماشي المباراه ديال الوداد وشباب الحسيمه اللي غتحل المشكل ديال ايت العريف. نتمنى على ان كل المغاربه وكل الفاعلين وكل المسؤولين يسهلوا. اسمح لي السي فؤاد، حتى السي عبد الاله اكرم لا ادري صحه الخبر من هذا، ولكن قال بانه سيكون هناك مساعده ماليه هامه. داكشي اللي بغيت نقول لك، خص ما نديروش غير المباراه ديال الوداد الحسيمه، نديروا مباراه تكريبيه في غياب ايت العريف ونجمعوا الريع ديالها والفلوس ديالها باش يتحلوا المشكل ديال ايت العريف نهائيا. لان كاين دشاك ماشي شي فورتين كبيره، شي حاجه بالنسبه لذاك اللاعب يقدر تفك ويرجع ويلعب في البطوله. وانا ناكد لك غيكون بارمي لي ميور. نتمنى على ان كل المسؤولين، ونتمنى هذه رساله نوجهها على ان يتساعد عيد العريف، لان الوالدين ديالو في حاله صعيبه شهدنا وهو برا في حاله يرتالها. نتمنى انه يرجع، لان ملي كتلقى ناس بحال هاد الناس خارج العلم على البلاد ديالهم ما قادرينش يرجعوا، فما كيحسش بهذا الشيء الا الوالدين. نعم. واللعب اسره صغيره تشتاق لعبد الحق عيد العريف اباه وامه، ولكن هناك اسره كبيره لن تبخل على آية العريف. هي الجماهير صعيب باش تكون ودادي كما يقولون، واليوم سيقفون مع ابن الوداد الذي أعطى الكثير للقلعة الحمراء. مني كان كيدير الفلوس جيبه ماشي ديالو، كاع اللي حداه كيدور معاهم. نتمنى ان كل شيء الناس اليوم تعاون آية العريف لانه في حاجه ماسه للدعم ديالهم والعوده ديالهم. وهناك شخص اخر ظروفه أسوأ ربما بكثير. يعني مش بتيجي النقطه ديال آية العريف سال انا يا شيخ الغدار اخويا، ما كنسقش معك السي فؤاد. مرحبا. هناك شخص اخر يستحق المساعده للامانه. ما عمرنا راه احيانا ما كنشوفش الكونديكتور معك شنو داير، واحيانا ما كنتلاقاكش كنشوفك مغطي المكياج ولا البلاطو. الحمد لله كاينش مشكل. سي فؤاد الخطره بقات بعيني الاسئله شويه على الراس والعين. كتخلص مزيان. مرحبا. زيد اخويا. هناك شخص حاله يرثى لها، مدرب القاب مع نادي الرجاء خصوصا، داهيه قدم الكثير للكره الوطنيه، هو اوسكار فيلوني، يعاني الأمرين وقد يصبح بلا مأوى. على أسرة الرجاء أن تلتفت لهذا الرجل، ما غاديش يكلفها بزاف، يعني
ربما يكون رجل قد جنت على نفسها براقش كما يقال، ولكن يبقى أوسكار فيلوني، يعني رجل لديه الضرائب في الأرجنتين ما يمكنلوش يرجع، واليوم لا يمكن أن يلتحف السماء ويفترش الأرض من العيب. هنا كاين الفرق، انا اعتقد التعريف كان غادي، لا خلينا من ايه العريف، انا كنتحدث باش نرجع لك للاوسكار، مبادره انسانيه ماشي. وجات واحد العاصفه، نتمنى انه يستفد منها، خاصه انه باقي صغير. نعم، اوسكار دخل فلوس كثيره وكانت عنده كوارث كثيره، والان نتمنى انه تعطاه فرصه باش على الاقل الحياه الاجتماعيه ديالو ترجع له، لان رجل قدم للوداد وللرجاء. نعم، ولكره القدم الوطنيه في محافل كبيرة، طلع اسم الأندية واسم المغرب. نعم، نتمنى يلتفتوا له الناس يعاونوا، لأنه يعيش في ظروف صعبة جدا، بل أكثر، وانتقل من رجل اللي كل شيء كيصفق عليه وكيعنقه وباغي يشرب معه قهوة إلى رجل منبوذ، لأن غيوقف خصو ما ياكل وما يشرب. صحيح، نتمنى يعاونوه، ولكن نتمنى أن أوسكار فيلون يكون له درس لافي ديالو، يدار له تكريم. رجل في أرذل العمر السي فؤاد، يعني لم يبقى قد ما فات كما يقال، ولكن أن نسمع أخبار بأنه قد لا قدر الله يفترش الأرض ويلتحف السماء كما قلنا، يعني الزنقة بين قوسين، شيء لا يشرف حتى الأندية التي دربها وحقق معها الإنجازات، عليها أن تقدم له التفاتة، وإن كانت التفاتة بسيطة جدا تضمن له المأوى والمأكل. أبسط الأشياء في الحياة. إذن مشاهدينا نذهب لفاصل قصير ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. حين جاء دوائي من ذا يقاوم نظرة السمراء، صادت فؤادي والفؤاد ضعيف، الآه أصل الآه من حواء، قيصر كاظم الساحر. الفتح الرباطي هو الآخر أخذ حقه ونص في الحلقة الماضية حين لعب مع الوداد قمة من القمم. الآن الفتح الرباطي لا زال في كأس العرش، لا زال في البطولة، والسباق لا زال طويلا، ولكن هناك أقاويل جديدة تقول بأن بوخريس قد يغادر في الانتقالات الشتوية، غير مرتاح في الفريق. تبين لأنه حتى والفتح يحقق نتائج معقولة، لأنه كاين إشكالات كما قلنا في الدفاع، لأن كاين أخطاء فردية قتيلة، اللاعب كتكون عنده الكرة كيجي مرره كيعطيها للخصم وقعت في أكثر مباراة، كاين أخطاء قاتلة تكتيكية في التغطية، وكما قلنا ما يمكن السير كراكي في ظرف هاد الشهرين يريقل كل شيء، فأعتقد لأن كاين شوية الوقت، ولكن الفتح كاين لو بلاسمون ديالو، كاين أن ترافاي مازال في لاكوب غادي بشكل جيد، خاصة بعد الانتصار على آسفي في البطولة غادي مزيان. فؤاد ترسانة بشرية كبيرة جدا وقوية، لكي لا نكرر نفس الكلام، كاين مسير كل شيء موجود في الفتح. على العموم كل التوفيق للنادي الرباطي والتوفيق للركراكي الذي قال بأنه استفاد من دروس كثيرة حين كان يلعب في فرنسا في إسبانيا، ويرد أن يعطي نهجا تكتيكيا لتلك الفرق باللعب المفتوح دون الاعتماد على رأس حربة صريح، والفريق لا زال يعود. آدم نفاثي قال لم نجتمع كثيرا، يعني هناك عدد من المسائل. نهضة بركان، إن صح التعبير السهل الممتنع، فريق نهضة بركان فريق سهل ممتنع، بمعنى يقدم أداء جيد داخل وخارج الديار، يلعب أدوار طلائعية، يقهر الكبار على أرضه هناك، والجديد الذي ربما يمنح هذا الفريق دافع قوي للتألق هو الملعب الجديد في بركان الذي بدأ فيه هذا الموسم، لم يبقى يتنقل لوجدة، بادرة خير، والفريق في كأس العرش مع الحسيمة في موقع حاسمة في الإياب، وأيضا على مستوى البطولة الوطنية صراحة نتائج لا بأس بها، وإن كانت التعادلات هي السمة البارزة قبل النصر الأخير على أولمبيك خريبكا، أين هناك في خريبكا بهدف خميس صاحب الصواريخ عبرت القارات إن صح التعبير.
اعتقد على ان نهضة بركان مازال ما وصلش لذاك المستوى القوي اللي كان حقق رفقة الطالب والجعواني في ذلك الاياب الناري. في ذلك الاياب لان كان قهر كاع الفروق، لا بالطريقه ولا بالضربه الثابته ولا بلي كونتر ولا كل شيء. ولكن كان اعتقد على ان نهضة بركان ما بين البدايه اللي بداوا والمباريات اللي لعبوا مع اتحاد طنجه والمباريات اللي لعبوا في لاكوب والشامبيونا وصولا لهنا كاين اختلاف كثير، لا في التخيره لا في كل شيء. فالان رجع رابح ورابح بالرابح بوحده، الى رجع الامكانيات التقنيه ديالو فهو لاعب مهاري، رجع حلحول اللي كل كرات الان كتخرج بسرعه على حلحول. فشناه امام اولمبيك خريبكا كان متابه المارد القوي الذي يجيد الاختراق، جاب ضربات ثابته، جاب اوراق صفراء. حلحول يقدم في اول وهله الاضافه الفريق نهضة بركان، ثم التالق ديال امين الكاس، ونزيد عليهم اخميس اللي انتقل من هداف كيسجل بالراس ديالو الى هداف يسدد من بعيد. ولكن السي فؤاد وكيبقى القوه نعم هو اللاعب كوناطي وبلطام ثم عزيز، فهادو مدافعين بلطام نودي عليه من فاخر ولكن كيسجلوا اهداف نعم بلا ما نساو الخبره ديال السراج. اعتقد على ان اليوم نهضه بركان عندها كل امكانيه باش تمشي لبعيد، والمستوى ديالها كيتحسن رويضا رويضا، واللي جميل انها حتى ملي ما كتكونش في الفورما فما كيدخلوش عليها اهداف كثيره لان الدفاع لعب مع بعضياته كثير. سراج العزيز وكوناطي وبلطام لعبوا كثير مع بعضياتهم. جميل في 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 عبد الرحيم طالب وفريقه نهضه بركان بانه فريق لا يستسلم، يعني حتى أكيد. من شاهد لقاء مثلا اتحاد طنجه في كاس العرش ذهابا وايابا، لقاء ايضا حسنيه اكادير في الجوله ما قبل الماضيه، العوده في الانفاس الاخيره في الوقت الميت. كيفاش الجزائر كانوا متقدمين بهدفين وتعادلت معاهم الحسنيه ورجعوا؟ لا هدف لهدف امام الحسن. نهضه بركان بثلاثيه بركان واسفي اسفي تسجل بركان تعود بركان تسجل اسفي تعود، يعني الفريق يسجل كما تفضلت اللي مزيان بعدا دفاعيا لا يدخل عليه كثير من الاهداف استثنينا لقاء يسجلوا، ولكن يسجل وهناك خطوط يعني واقفين في الملعب ان صح التعبير بعناصر خبره، عناصر شباب ولم يغير كثيرا في الترسانه البشريه. لايرس بي بو بروغريسي ايزون تو لي مويان ايزون تو لي جوار جاو بعض اللعابه الى نسجموا غتكون ما للامانه انه امام اولمبيك خريبكا كما قلت لك فغنعاود نكررها، اولمبيك خريبكا ما كتستحقش الهزيمه على الاقل تعادل، لان الكرات اللي ضربت العريضه والكرات اللي خرجوا الدفاع ببساله ديال نهضة بركان كثار، ومع ذلك هنيئا كما قلت لك البركان وحظ اوفر الاولمبيك. سؤال حول بركان، ان تكون ابن الدار وهنا يتعلق الامر بعبد الرحيم طالب، هل يمنحك أكيد. اضافه اخرى؟ اكيد تعرف لاعبا عن قرب، عشتي مع واحد المجموعه اللي 90% مازال اليوم ما كتلعب، عندك لاعبين قلال اللي جاو كان الاسماعيلي وحلحول وكنتي كتعرفهم لان دازو حلحول داز عنده في الماس نعم. فما كنعتقدش على ان كاين متغيرات كثير عند عبد الرحيم طالب، اعتقد لان عنده كل الاوراق كيعرف كل اللاعبين وكيعرف الامكانيات ديالهم عن ظهر قلب، وكانه استمر من ذاك الوقت لدابا لان بقى قريب لمدينه بركان أكيد. واعتقد لان عنده كل الامور قلنا باش ينجح ويدير ان سيزون، وليس زيانا. هناك فارق كبير حتى على مستوى البطوله الوطنيه، الفريق لديه 6 نقاط، انتصار على خريبكا 3 تعادلات فيعني هو قريب في سلم الترتيب العام من كل الفرق. خريبكا كنا نتحدث عن بركان، نتحدث الان عن خريبكا يعني التي انهزمت لوسيكا فريقك السابق، فريق الذي يعني انصاره بشده يعودون يطالبون بلعب ادوار طلائعيه بلقب لما لا، صحيح خساره وان كنا نقيم الان الاداء ككل خساره مفاجئه ربما في كاس العرش او غير مستحقه نوعا ما امام الجيش الملكي بالنظر للاداء الذي قدمه، فريق ينهار في 5 دقائق وكان متاهلا يعني هدف لهدف كانت نتيجه تؤهل فارس الفوسفات، ولكن كما قال العجلاني قدر الله وما شاء فعل. اليوم في البطوله الوطنيه لو لم ينهزموا امام بركان لقلنا بان الفريق في نسق تصاعدي، ولكن الترنح داخل فارس الفوسفات كان بعد الهزيمه امام بركان. انا مع ذلك ساقول انه في نسق تصاعدي، لماذا؟ لان شناهم امام الجيش في الكاس كيفاش نعم. خلوا ربع ساعه الاخرى، وشناهم من بعد امام شباب الريف الحسيمي كيفاش انتصروا، وقبل منها كيفاش انتصروا، انتصروا امام الكوكب في الدقائق الاخيره نعم. امام شباب الريف الحسيمي داروا بزاف لي فاس دو جو، وحتى وهم ينهزموا امام نهضه بركان قدموا كره جميله. فنقول لك لو كان شويه لا كونكريتيزاسيون كانوا يجلعوا على الاقل هدف. انا اعتقد لان اليوم كاينه اليات عند السي احمد العجلاني باش يصايب فريق قوي نعم. ومن حق الجمهور ان يطلب نتائج، ولكن الا كانوا شويه هادئين وعطاو لو طون للعابه والاطار فغتكون النتائج طيبه في اولمبيك خريبكا، غتنسيهم هذه السنوات العيشه في الاخيره اللي دازت. شباب الريف الحسيمي على عكس خريبكا في البطوله يترنح، في الكاس يتالق،
بانتظار طبعا لقاء الإياب مع بركان، ولكن آمال الجماهير الحسيمي كما تحدثنا وشفنا يعني تصريحاتهم الأسبوع الماضي في حلقة الأسبوع الماضي هو كأس العرش، هو الصعود لمنصة التتويج. فما أتفقش معك، لأنه في البطولة انهزموا مع اولمبيك قريبكا في الميدان ديالهم وجاو بهدفين لصفر. نعم. وجاو امام النادي القنيطري وانهزموا بهدفين لصفر. نعم. شباب الريف الحسومي بحكم تواجد حسن الركراكي المدرب مقتدر لمده طويله ومعرفته اللاعبين والقدرات ديالهم بحكم الانتدابات اللي داروا اليوم، فكانوا يقدروا يلعبوا على لاكوب ويلعبوا على الشامبيون وما يضيعوش. نعم. لي ماتش، لان عندهم ترسانه مهمه، واكيد ان حسن الركراكي الى وظف الامور بشكل جيد فغيمشي بعيد لا في لاكوب ولا في الشامبيون، لان خسير اللعابه يثقوا والمدرب يقدروا يلعبوا مراكز جد متقدمه على حساب ريكروتمو على حساب الامكانيات ديالهم. صح. وعلى حساب المسيرين ديالهم، ونتمنى ان الجماهير ديال شباب الريف الحسيمي ترجع بسرعه للملعب العرسي لان اللاعبين في هذا الوقت محتاج لهم. واللقاء المقبل مع المغرب الفاسي، نادي القنيطري بدوره المنتصر على الشباب الريف الحسيمي في اللقاء الاخير في البطوله الوطني خرج ودع الكاس على يد شباب الريف، ولكن حديث كبير جدا جدل تعاقد مع هشام الادريسي، لا نفي لم يتم التعاقد، وهنا سنعود للحديث عن خنيفرة واستقاله هشام الادريسي من تدريب الفريق من عدمها، يعني كلام كثر القيل والقال، تصريح اعابه لاذاعه راديو مارس ينتقد فيه المدرب ربما النقطه التي افاضت الكاس، ولكن نبقى في الكاك، الكاك بلا مدرب لحد الساعه. بالعكس الكاك عنده مدرب، عنده بكري المحجوب مدرب اكثر من 10 سنوات وسط التربيه البدنيه، خص اللي يجي يعاونه بين ما كمل التجربه ديالو، ولكن الكاك قلت لك انا بكري كان قريب من اللاعبين، غير هي خصها في اقرب وقت تاخذ مدرب باش تلغي هذا اللغط اللي كاين على هذا الشيء اللي وقع مع هشام الادريسي، تقرر في مدرب وتمشي بعدا تفك الارتباط ديالها مع خيري عبد الرزاق، لان صحيح انه تم اقاله خيري، ولكن الان اداريا مازال ما خيري مدربا اولا خصهم يفكوا مع خيري ويديروا له باقه ورد، لان خيري دار اللي يقدر يديره ونجم من نجوم الكره المغربيه أكيد. بغض النظر ثانيا خصهم يجيو في اقرب وقت ويعينوا مدرب اللي يجي مع السي محجوب ميكري ويشتغل معه مناصفه، لان اليوم باضافه لاعب كالمسكيني ولاعب كجنيد ثم الكروي واخرون. نعم. الكاك بالجماهير ديالها. نعم. وبالامكانيات ديالها قادره دير ايضا مباراه جيده، لان في موسم خرجت مباراه ما قبل الاخيره مع تادلا، في موسم خرجت مع بني ملال في اخر مباراه، والموسم. نعم. فريد دارت اياب ب 11 نقطه، واحد من اضعف الايابات ديالها. كارثي، والوقت يداهمنا، والرساله قد تكون رساله الجماهير القنيطريه، رساله حلال ابويز الفريق الذي يعني يتمتع بجماهير عالميه صراحه. أكيد. مغربيه ولكن بفكر عالمي. شتي الاسبوع الفارغ؟ لا واعرين في دخلوا ديالهم كي دايرين، عملوا التيفو ديالهم، حلم الكاس تبخر وتاريخ الكاس يهان، خرجوا ربع ساعة ورجعوا دافعين ثمن تدافع ورجعوا ما سكتوش ورجعوا وبقاو مع الكاك. هذا هو اسلوب حتى الاخر، حتى ربحوا حتى سلوا. هذا هو اسلوب حلالة بويس، ترفع لهم القبعات كيعطوا الملعب بالظهر الا ما باغينش يتفرجوا في الحلقة وكاعيين عليها، زعما عندهم جمهور عقلية ما شاء الله، عقلية عالمية. وغنقول لك راه ثلاث سنين الكاك بقات بريمير ديفيزيون قاليش الوقت كراس لهذا الجمهور اون بريميليو. اكيد الوفاء والانتماء للفريق في السراء والضراء عند جماهير حلال ابويس. اتحاد الخميسات، هل يمكن نقول بان قصه نجاح لم تكتمل خاصه بعد الخروج امام الكوكب المراكشي في كاس العرش، ام لا يضر هذا الفريق لانه قادم من القسم الوطني الثاني، ضيف قديم جديد، ولكن ما زال في التنافس بقيه بالنسبه لفوزي جمال. فانا غنقول كلام ربما اللي ما عجبش فوزي جمال، فاتحاد الخميسات الصاعد على التو باللاعبين ديالو كان ربما يلقى طريقة أخرى باش يسد دفاعه ويلعب على شي أمور. نعم. الاتحاد الخميسات اللاعب نساقوا كثار أمام اللاعب وخلاو مساحات اللي خذوا فيها أهداف شت المباراة، لكن ظلمهم التحكيم شئنا ما بين، هناك عدد من الحالات التحكيمية السي فؤاد ما أنزل الله بها من سلطة، ماشي غير اتحاد الخميسات، تحكيم على الكل، على الجميع، على كل الجميع، ولكن اليوم كتاكل مع العصا الثاني يؤثر عليه أكثر. أنا كنقول. نعم. لك راه السي فوزي ما غيغيرش التحكيم، التحكيم طول التاريخ ديالو فيه بشر يخطئون فيه حوايج مزيان، ولكن هو إلا وقف شويه الفرقه دفاعيا وما بقاوش كيوقعوا دوك الفراغات. نعم. ما غياخذش دي كونتر اللي خدا مع الفتح، ما غياخذش دي كونتر اللي خدا بالخصوص مع الوداد، وما غياخذش دي كونتر اللي خدا امام الكوكب، فكان اعتقد على انه فوزي والميساج دايز ليه انه الا وقف شويه الفرقه دفاعيا بالامكانيات اللي عنده ديال المناصفي وديال المجدين وبعض اللاعبين، فغادي يكون عنده واحد من اقوى الفرق، فحظ اوفر لهذا المدرب الشاب اللي عطى اسماعيل جود، اعطى انتوش، لان ماشي سهله باش تلعب فريق صحيح وبلاعبين وتوقف امام الرجاء وتوقف امام الوداد وتوقف امام فرق قويه. هذا مربط الفرس. انا غنقول لك فوزي ما كانش محظوظ،
لان لعب مع الوداد والرجاء والكوكب. هادشي صافي سرقتي لي الفكره، شكرا جزيلا. سرقت لك السؤال، يلا جاوب من جايده. لا يعني الفكره هي هذه، لعب مع الرجاء وخسر بشق الانفس بركل الجزاء كروشي، لعب مع الوداد بهدف المدافع الهداف العمراني في الدقائق الاخيره، لعب مع الجيش الملكي فريق ينهار في التسع دقائق الاخيره ويخسر، يعني ومع الكوكب خسر بمرتدين. المهم نطوي صفحه الخميسات، كله تحدثنا عنه ما بقيناش نرجعوا لنفس الموال لكي نغنيه انا وانت. لكي نغني المواويل التي تقال يعني عن نفس الفرق، لكي لا نكرر انفسنا ونبخس حقوق الاخرين. شباب اطلس خنيفره لغط كثير عن هشام الادريسي، خطوه ان تم التخلي عنه رسميا، خطوه للخلف ام خطوه الى الامام؟ صعب صعب. انا قلت لك في الكواليس ونقولها لك اليوم مباشره، شباب اطلس خنيفره قلت لك لانها غتلقى مشاكل كثيره. نعم. وقلت لك ربما تنتظر الدورات الاخيره باش تصوفا. علاش؟ لان كما قلت لك اللاعبين جاو كيشتغلوا، كاين علامات اللي مهمه، شنو هي؟ هي الحضور الجماهيري. كاين العلامه الثانيه وانا وصلتني اصداء على ان اللاعبين خذوا لي بريمير طونج ديال لي سينياتور ديالهم واخذوا الشهره ديالهم وخذوا البريم ديال جديده، فماديا الفريق المستوى عسكر يومين في حسنيه اكادير، فمن هذه الناحيه الامور جيده. فاذا مشاو وبقاو غدا بخطه ثابته ما غيلقاوش اشكال، ولكن الا بدات مشاكل في الاول بحال هكذا بتغيير المدرب مشاكل برد، فالامور لن تكون في صالح السياكا. الكوكب السياكا هي شباب اطلس خنيفره. الساك السياكا الكاك غير كتب الساك اقرا كتب الساك. الكوكب المراكشي كان حاضر معنا في الحلقه ككل صح؟ نتحدث عن كاس العرش مع الفرق التي اطاح بها كنجبدوا الكوكب، نتحدث عن البطوله كنجبدوا الكوكب. خذا 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 كوكب مقلق، خلينا ساكتين اليوم، لابد ان نرضي جميع الاطراف. الكوكب المراكشي علامة الكاملة، أداء النتيجة، خطوط دفاع متراصة، العلودي كان يسجل ولا يصنع الأهداف، الملحاوي ظهر كظاهرة مع العياطي خلال هذا الموسم، عناصر تتألق، لما لا أن يكون قد حان موعد الألقاب. اليوم شت على أنه في المباراة الأخيرة. نعم. الكوكو لعبت بالعياطي كرأس حربة. نعم. كيلعبوا كينكبشوا كيدابزو كيتقاتلوا، واش كيديروا ملي كيشدوا كره كيخرجوا على العياط كيديروا ميز كيدزوا لي زيل بواحد السرعه كبيره هكذا ربحوا اتحاد الخميسات. ففي غياب جيفرسون فعياطي دار واحد الدور اللي ممارش يديروا ونجح فيه. اكيد ان كما قلنا بهاد اللاعبين اللي جابوه بمنصوري وجيفرسون وهذا وفي الاستقرار في الكوكب غتكون معادله صعبه في هذا الموسم. هذا معادله صعبه على مستوى كاس العرش وايضا على مستوى البطوله الوطنيه كمتصدر، حوافي الصعود ديال اللاعبين والمدربين. نعم. اليوم تبين على انه كاين عمل في العمق وكاين خطه من المكتب المسير ايضا كل المراكشيين والجماهير. تحيه للرئيس الورزازي وطاقمه الذي يعمل معه، وتجديد الثقه في الدميعي والذي ربما سيعد داهيه داخل البطوله الوطنيه، وانتظروا الدميعي والكوكب العائد الجديد. حسنيه اكادير هي الاخرى. اشوف سينوفا اللي راه شتي المدرب المغربي يكون متوسط ولا ناقص ولا مزيان، تعطيه واحد العامين ثلاث سنين اربع سنين ودير فيه الثقه. صح. والدليل هو عندك عند العامري في تطوان وعندك عند الدميعي اللي شاب والعامري اللي الوقت عنده الاكسبيريونس وعنده واحد العدد المدربين اللي داروا نتائج كبيره. خلي المدرب وعطيه لي مويه وجي تحاسب معاه. ولكن الا كان في الدوره الثالثه تحيد المدرب في الصباح خيري وتحيد المدرب في العشيه بن شيخه فراك عارف النتائج كي دايره. صحيح الاستقرار الفني، ولكن ربما تكون تلك الصدمه النفسيه التي تاتي بعد الاقاله. تجيب لك ماتش ولا جوج. خليناش ندخلوا في دوامه السي فؤاد، هذا موضوع مستقل ذاته. الصدمه غتجيب لك ماتش ولا جوج. الاقالات والاستقالات هذا موضوع مستقل دير عليه 20 حلقه، ماشي حلقه واحده لانه اصبح خاصيه مغربيه. ما يسمى برقصه المدربين. حسنيه اكادير اخر محور معنا واخر فريق داخل حلقه اليوم، تحدثنا عنه كثيرا، عمل جبار ينتظر عبد الهادي السكتيوي. وملامح الفريق هل بدأت تظهر خاصة بعد الانتصار في الأسبوع الماضي على تفرغ الآن البطولة المحلية، والرجل يقول سأبني فريقا للمستقبل للسنة المقبلة والسنة هذه نحاول تكوين فريق الأكثر والأقل. والدليل المباريات الودية كانت فيها حصص ديال 3-4-0. نعم. المباراة أمام الكوكب كانت كارثية. نعم. الآن الفريق أولا كيدخلوا له أقل من أهداف وكيسجل أهداف، فكما قلنا إذا سكيتي ويخذ الوقت ديالو فهذا الفريق قوي، راه الاستقرار هو عنوان التدريب ونتمنى هذا الميساج يوصل للمسير. نعم هذا ما نتمنى. نتابع تصريح السي عبد الهادي حول كأس العرش والتنافس مع الأندية المغربية التي يعني بمستوى متفاوت دخلت مسابقة هذا العام خاصة بالبطولة الوطنية الاحترافية. لكن أعتقد كأس العرش ما بقاوش اسمي كأس العرش، أولا جاوا في الدورة الثانية من 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 ماشي دورة ثانية، هناك المقابلة الثانية اللي تلعبها بشكل رسمي في بطولة. احنا بالنسبة لنا مازال كنا
انا لحد الان كنتكلم معاك وكاين فراغ مهول في بعض المراكز، فراغ مهول لانه ما تنساش انه ثلثين الفريق اللي كانوا عندهم خبره شي مشى، كاين اللي تسالت العقد ديالو، كاين اللي مشى بسبب من غير اسباب، وكنا مازالين في صداد البحث على واحد حدا على ان توب اورغانيزيونيل دو باز اللي كيأتوا لاعبين، وداك اللاعبين اما كنا مازالين هما في يعني في الستاج دوبسيرفاسيون او لا لاعبين اللي هما شبان كل شيء يطلع عليهم الثقل. اذا كاس العرش بالنسبه لنا هذيك مقابله كنعتبروها لان كاس العرش الى وجدنا ليه كنكونوا مبرمجينه، لان انا كنامن بان لو فوتبول سي فري سي با اون سيونس اكزاكت، ولكن سي اون سيونس كي بلوز او موان اكزاكت. علاش؟ لانه الفو اتر كارتيزيان، الفو افوار دي ما يمكنش دي رياكسيون شيميك تي هو دي سوبسترا بلوس دي رياكتيف لا بودا يعطيوك دي برودوي. دونك توجور ايتيل كو مانتنون اون با شيرشي لو برودوي كاس العرش، اون ا دوطر شافويتي كي سون بلوز امبورتون، ليكيل هما انه بعدا نوقفوا على رجلينا، لانه الا مشينا بداك الوتيره باش كانت ماشيه حسن تكادير السنه الماضيه راه غادي نلقاو راسنا في الدرجه الثانيه. اذا حنا بعدا اون دوفي سكون افي اون دوفي ستوبي ليموراجي دابور بور بارتي سور دي نوفيل باز دي باز و دي اسيس سوليد، سي سكون ايت اون تران دو فير. الى باذن الله غادي نمشيو في وتيره جيده ومقبوله بالنسبه لهاد السنه، ولكن السنه الماضيه كنقولها وكنسطرها بيقين حسن تكادير فافير مال. السنة المقبلة يتفائل عبد الهادي السكتيوي بأداء الحسنية. فهذا اللي قلت لك، الإنسان كيقول لك شوف المباراة الجديدة كي جات في لاكوب كيلعبنا معاهم وكنا كارثيين، الآن كتفرق وكيقول لك أنا غندير واحد العمل هذا العام والعام ما جيت تحاسب معايا، فهذا هو التدريب. أعطيني ثلاث سنين وجد لي الموايا وتحاسب معايا، ما تجيبنيش جوج ديال الدورات تقول لي وتغييرات كثيرة. من كان يلعب مع السي مصطفى مديح في الحسنية ليس هو الآن من يحس، غادر عدد كبير من الأسماء التي غادرت، اليوم عليه البناء من جديد. كل توفيق لعبد الهادي السكتيوي لحسنية أكادير غزالة سوس، وأن تعود وتتزين بالالقاب لتكون برونقها الحقيقي. في العناوين كان حديث عن البنى التحتيه استقبالا لكان مونديليتو، ووصلت اذا اشغال تحديث مركب الامير مولاي عبد الله مشاهدينا للمراحل النهائيه، حيث اكتسى الملعب حله جديده ليكون مستعدا لاحتضان مونديال الانديه ومباريات كاس الامم الافريقيه. وزير الشباب والرياضه محمد أزين اكد ان المغرب بما يتوفر عليه من بنى تحتيه من حقه ان يحلم بتنظيم المونديال، وقد يكون الدليل والبرهان عبر منافسات المونديليتو وكأس الكان. مزيد من التفاصيل في روبورتاج لرجاء فضلي وكمال غنيم. المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط صار جاهزا لاحتضان التظاهرات الرياضية العالمية، والاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد استجابته لمعايير الملاعب الدولية. الأشغال التي دامت أربعة أشهر انتهت بتكسية الملعب الرئيسي وملاعب التدريب بالعشب الطبيعي. الملعب سار يتوفر على ممرات جديدة لإخلائه من الجمهور، مع اعتماد تقسيم يسمح بتحكم جيد في توزيع الجماهير وبالتالي التمكن من الحفاظ على سلامتهم. المركب اليوم ولا ادخل باش يدعم البنيه التحتيه الرياضيه المحليه على مستوى الرباط بالعاصمه وايضا حتى الوطنيه، بمعنى ان اليوم يمكن لنا نفتخروا بان عندنا واحد اربعه ديال الملاعب يعني في الحجم الكبير وفي الى وفق دفتر تحملات الفيفا، وبالتالي يمكننا الاحتضان يعني اكبر التظاهرات الدوليه. ما تنساش ايضا ان تمت توقيع اتفاقيه امام الانظار صاحب الجلاله نصره الله في الدار البيضاء على تاهيل ملعب الدار البيضاء بواحد الكلفه ماليه اللي ساهمت فيها الوزاره 130 مليون ديال الدرهم. من 2015 غادي تم اعطاء انطلاقه ديال الاشغال ديال الدراسات لاعاده تاهيل ملعب فاس وملعب وجده، بمعنى ان اليوم الحصيله ديالنا غادي نكونوا في واحد سبعه ديال الملاعب اللي غادي تكون ربما في يعني في المستوى العالي، واللي غادي تكون وفق دفتر التحملات ديال الفيفا. وتماشيا مع دفتر تحملات الفيفا، الملعب سار يتوفر على موقفين جديدين للسيارات على مساحة 1800 متر مربع مخصصين لاستقبال حافلات الفرق وتجهيزات القنوات التلفزية، كما تم تجديد مستودعات الملابس وقاعات الحكام مندوبي اللقاءات وقاعات الإحماء. الاشغال وصلت 98%، اللي باقي دابا حنا دخلنا في مرحله التجارب، لانه تم اعاده كل المسائل التقنيه ديال الملعب. دابا حنا جينا في اطار التجربه، يعني التجارب ديال بالنسبه للاناره، بالنسبه للصوت، بالنسبه للمراقبه الكاميرات.
باقي التجهيزات الخاصه بمستودعات الملابس، وهذو قاعدين نديرهم في اخر لحظه لانه حتى تسالي جميع الاشغال وتم تنقيه ان يعني المشروع باش يمكن نجهزوهم، غتكون ان شاء الله في اخر اكتوبر. وزارة الشباب والرياضة تلتزم بصيانة مستمرة للتجهيزات وتتوعد في المقابل المخربين بالعقاب، فيما تبقى الانتظارة قائمة لاستقبال كأس العالم للأندية في هذا الملعب في حلته الجديدة بين 10 و20 جنبر المقبل. حلة جديدة لمركب الأمير مولاي عبد الله في الرباط قد يشكل إضافة للمغرب ككل كبنى تحتية، ليس من ملاعب الجيل الجديد كمراكش وطنجة وأكادير، ولكن هو الآخر يتوفر يعني على إمكانيات هامة ومرافق هامة. واليوم كما نشاهد برفقة وزير الشباب والرياضة السي محمد أزين 98% من الأشغال قد انتهت، وهذه هي الحلة والنجمة النجمة الخضراء تعانق عنان السماء بشكل رائع. أكيد سي أن بيجو دابا، والألوان الحمراء والخضراء اللون ديال الراية متواجدين الآن. نعطي دو ميساج، الجليج والكراسي تبدلوا، نتمنى أن الجمهور يتهلاو فيه باش ما يبقاوش يجلسوا على البوصلانة في الحال البارد. الأرضية ديال الملعب تكسات تكادات، نتمنى أن اللعابة يبرودويو والمدربين أن فوتبول مزيان. نعم. ونتمنى أنه يدار أن بيجي ديال الصيانة باش تبقى هاد الامور دي من قيوم قدام صايبه لحداري، راه كاين كاميرات، راه المشاغبين الان ما غيتزاكلوش معاهم حيت هادشي تقام غالي. ومكسب للفتح الرباطي وللجيش الملكي اللذان سيستقبلان، اكيد سيستقبلان عليه. المنتخب الوطني سيعود عبر بوابه استعدادات الكان، ربما ياخذ لقاء ودي هناك في الرباط للجماهير الرباطيه لكي تستمتع باداء الاسود. واخا كنا مع جمهور المنتخب الوطني في السنوات الفائته في ملعب مولاي عبد الله ما كنا كنشوفوا والو للاسف. كان واحد البوطو كيضرق عليهم، كانوا لا كان اقصاءات متتاليه. السي فؤاد نتمنى ان تعود. التجهيزات ليست فقط كما نشاهد في الصوره، يعني الحاج سبقني بالاحداث. واخا عليك الرجاوي في ملعب اكادير عجبو اللون الاخضر الحاج، داكشي علاش دابا لا هنا استمتع ربما بانجازات الخضر في مونديال الانديه. ملعب اكادير، ملعب طنجه، ملعب مراكش، كلها هناك فينيسيون ان صح التعبير في عدد من المرافق، ولجان الكاف زارت هذه الملاعب وعلى اهبه الاستعداد لاحتضان الكان. شتان بين امس كنا كنقولوا نظموا وكنعطيو الناس دي ماكيت، كنقولوا لهم شتوا التيران، والله العظيم في هذه البلاصه غنصايبوا تيران. اليوم كنقدموا مراكبات جميله، انا ريان اوفي لي كومبلكس مونديو. اليوم نقدروا نحلموا بزاف د الحوايج ونتمنوا الفوتبول ديالنا يرتقي ان شاء الله. مدير ملعب باذن الله مدير ملعب اكادير هشام علولي اكد بان اللجنه الخاصه بتنظيم كاس الامم الافريقيه التابعه للكاف اي الاتحاد الافريقي ابدت رضاها التام على ملعب ادرار لمطابقته للمواصفات العالميه وجاهزيته ايضا لاحتضان مباريات الكاس السمراء. واضاف العلولي بان اداره الملعب تلقت مجموعه من العروض الخاصه بالمنتخبات الافريقيه والتي تود بدورها اقامه معسكرات اعداديه في اكادير للاستفاده من مرافق هذا الملعب. اللجنه التابعه للاتحاد الافريقي اللي قامت بزياره الملعب اكادير فكانت راضيه على التجهيزات اللي في هذا الملعب وعلى جميع المرافق، فالحمد لله من بعد تنظيم كاس العالم للانديه لا فيفا خرجت بواحد ارتياح كبير من مستوى التنظيم ديال الاطر وديال الكفاءات المغربيه، فالحمد لله كما قلت الملعب يستجيب للمعايير الدوليه من حيث المرافق ديالو، من حيث التسيير ديال تسير تنظيم ولوج وخروج ديال الجماهير. فالاتحاد اللجنه اللي كانت هنا ديال الاتحاد الافريقي فعبرت كذلك على الرضا ديالها وما كانتش عندها ملاحظات كثيره على 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 الملعب. تلقينا مجموعه ديال الطلبات باش تجرى هنا مقابلات وديه بين المنتخبات، لكن لحد الان ما عندناش شي حاجه رسميه. كذلك سمعنا بان المنتخب الوطني يمكن يجري مقابله وديه في شهر نوفمبر، فاحنا مستعدين باش نستقبلوا هذه المقابله هذه وتمر في اجواء رياضيه والجمهور يستمتع معنا بالمنتخب الوطني في مدينه اكادير. حتى في حديث ودي مع محمد فاخر قال ربما منتخب المحليين قد يذهب الى اكادير لخوض مباراه وديه من مباراته الاستعداديه لاشهر. واحنا مستعدين نستقبلوا لا المنتخب الاول لا المنتخب المحلي، والملعب كما كتشوفوا في حاله جيده وملعب اللي كيستجب كما قلت المعايير الدوليه، فكنظن بان هذا شرف لنا اننا نستقبلوا المنتخب الوطني في مدينه اكادير. بالتوفيق لكل المسؤولين على البنى التحتيه الرياضيه. الاسبوع الماضي ادركنا الوقت ما شفناش توب 5 اهداف جميله، من اصل 25 اخترنا 5، انت تتحمل المسؤوليه. الحاج نبداو برقم 5 في توب 5. إذن كما نشاهد من نصيب ونجم
لاعب اتحاد الزمالك، لاعب شباب اطلس خنيقة. تبادل كروي جميل، تم استدعائه للمنتخب الوطني. ان كونترول اوريونتي ديال اوناجم، ما وقفش البالون وبالتالي ركنها، فاعتقد ان هذا اللاعب كل المستقبل امامه. رقم اربعه السي فؤاد اشرف بن شرقي الواعد مع المغرب الفاس. كل العمل داروا النمساوي، كونترول اوريونتي، اون بينيتراسيون، اون باس اون روتري، ان جولي بيوت، لا باس رونفيرسومون دو جو. اعتقد ان النمساوي ففرحه معنويه مستحقه. لويس جيفرسون للكوكب في شباك اطلس خنيفة. لا في شباك انا غيبان العمل اذا العلو ديجا بدوره على لعاب ودخل بين ثلاثه وعطاني باس، لا ميم شوز كونترول اوريونتي اي ان جولي بيوت. اعتقد على انه كره جميله ولعب على لقب الهداف. العلو دي قام بال هدف جميل في الرتبه الثانيه من نصيب الودادي، كره مقتصه وبسرعه تمريره تقول هضره جوج غادي يدير لو كروشي اي بوي ان تير بيان بروسي ان جولي بيوت ديال الهجوج اللي كل المستقبل ايضا امامه نجم واعد في الوداد. هو الهدف رقم واحد لبن عريف كريم لاعب نادي الجيش الملكي. غادي تشوف لا فيكساسيون لا باس اون روتري لا دوزيام باس بوي ان تير 90 ما خلى حتى حظ للحارس. هدف رائع، اكثر من رائع. فشفنا اول هدف نعم، وشفنا الحركه ديال الطوسي اللي سقط على الركبه ديالو ويزيد ليه فرحه. خليه يفرح مسكين فريقه يؤدي دابا كيما فرح كيقولوا له علاش فرحتي. يقدم لا يقدم بغيتي تفكرهم ديك لازم ما نفكرهمش. هشام حسناوي من تارودانت ميساج غنختموا به الحلقه، قال الحمد لله الوداد عادت لتتوهج من جديد، نتمنى الصحابي كمساعد مدرب في الوداد ونوفل العوام لناطق رسمي للفريق. دبرنا على خدمه مزيانه، قال له عندك 10%. عيد مبارك سعيد مرة ثانية سيفؤاد، شكرا، تعيد بالصحة والسلامة يا رب إن شاء الله، وعودة ميمونة بإذن الله من الأردن، والسلام لكل الأحبة. شكرا جزيلا لك، شكر موصول لطاقم إعداد البرنامج الزميل عبد الله جعفري، مخرجي الحاج محمد الباهي، لكل العاملين تقنيا فنيا صحفيا، لكل من شارك في إعداد هذه الحلقة. وصلنا مشاهدينا لهدية العيد، أغنية ونسيت دائي للقيصر كاظم الساهر، كل عام وأنتم بألف خير وجعل الله أيامنا وأيامكم كلها أعياد أفراح ومسرات. عواشر مبروكة لمغرب الأحباب، وإلى اللقاء وتصبحون على ألف خير. ونسيت دائي حين جاء دوائي، من ذا يقاوم نظرة السمراء، صادت فؤادي والفؤاد ضعيف، الآه أصل الآه من حواء، ومشى بها فوق الرمال غرامها، بمسيرة علوية خضراء زحفت ملايين تسابق بعضها، والعز في أعلامها الحمراء، ومشى بها فوق الرمال غرامها، بمسيرة علوية خضراء زحفت ملايين تسابق بعضها، والعز في أعلامها الحمراء. أمان 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 أمان، هي مغرب على بحر على صحراء، أمان 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 Mama.